نهاركم سعيد ليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2014. منذ أكثر من شهر ومن على هذا المنبر بالذات دق النائب عاصم عراجي ناقوس الخطر وحذر مما يحاك لمنطقتي البقاع الأوسط والشمالي. وقتها شرح النائب عراجي الواقع وسط تلون طائفي مذهبي سياسي حزبي في المنطقة، تخوف من عمليات الخطف والخطف المضاد التي قد تجر البقاع إلى الانفجار الداخلي والاقتتال بين اللبنانيين. عند هذا الواقع نتوقف اليوم مرة جديدة بعدما نجحت المساعي أمس في إطلاق خالد ووليد الحجيري، واليوم ننتظر أن يفرج عن الثلاثة الآخرين من آل الحجيري. ولكن تبقى القضية الجوهرية، العسكريون المخطوفون ومصيرهم، متى سيعودون إلى عائلاتهم ومتى ستنتهي هذه القضية بخير؟ كل هذه المواضيع نناقشها اليوم مع ضيفنا في البرنامج النائب الدكتور عاصم عراجي. أهلا وسهلا فيك. يعني امبارح حضرتك من الصباح عم بتابع التليفونات والاتصالات، وهي نفس الاتصالات اللي كنت حضرتك عم تبادر وتقوم فيها خوفا على ما يجري في المنطقة. رح نفوت نشرح هيدا الواقع، لأنه يبدو يعني اللي قلته حضرتك من شهر عم نوصل له شوي شوي، وإن شاء الله يكون مبارح المساعي اللي صارت رجعت يعني رجعت الأمور أو فرملتها. بس قبل ما نتوقف عند محطتنا الصباحية مع حال الطرقات، طريق جونية باتجاه بيروت عجقة سير باتجاه الشمال فاتح السير، على الدورة كمان باتجاه بيروت على الجسر في عجقة سير وباتجاه الشمال السير سالك، شارل الحلو السير فاتح بالاتجاهين حتى الساعة، ساحة ساسين الحركة ناشطة عند التقاطع، وراحت يمكن رجعت الصورة، معلي يمكن هيدي بأحوال التأس اللي بتقلبي، كورنيش المزرعة بالاتجاهين الحركة ناشطة وفي شوية ازدحام، طريق المطار على الجسر بالاتجاهين سالك الطريق، وأكثر يعني من عند التونيل باتجاه قلب العاصمة السير مسكر من التونيل وفوق التونيل، ساحة صيدا الحركة ناشطة. هذه هي إذن حالة طرقات يعني بنص الأسبوع. منيح اللي مشمسة، لأنه مع كل شتوي عم نغرق ولا سنة من عقود، رح نقول ما بتتعالج هذه المسألة مثل ومين وملتهيين بالمناكفات ملتهيين يمكن بالمصالح الشخصية. وغريب في وزارة ما نحدد بأي حقائب، كل وزير بيجي بيهتم بمناطقه، مش هيك؟ طبعا طبعا. طب شو دوركم يعني انتم كنواب؟ احنا عادة أول شيء بدي أقول لك صباح الخير إليك وللمستمعين. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما تفضلتي قلتي، أنا من حوالي شهر تقريبا من هاني على الطاولة هيدي أنا حذرت من المشاكل اللي ممكن تحصل بمنطقة الباع. في عنا هيك قول بيقولوه عنا انه اهل مكه ادرى بشعابها، واللي عايش على الارض مش مثل اللي عايش ب شو اسمه بي بي بمكاتب مغلقه. يعني انا لانه يمكن بتواصل دائما مع الناس وبعرف قديش نسبه الاحتئان، بتواصل مع الناس كطبيب وكسياسي، بعرف قديش الاحتئان الموجود عندنا بمنطقه البقاع الاوسط والبقاع الشمالي. وانا حقيقه نقلت كل هواسي وكل خوفي وكل قلقي لكل المراجع السياسية، وقلت لهم أنه منطقة البقاع منطقة كتير خطرة. ليه؟ لأنه نحن عنا ست ندى لغاية هلأ قصة أنه المشاكل العائلية والعشائرية اللي بتاخد عادة طابع كتير مخيف وكتير يعني هيك ممكن يأثر على الاستقرار العام بالبلد. يعني إذا تعرض حدا من أي عائلة لأي مشكل مع أي عائلة تانية أحيانا بتاخد طابع عائلي بعيدة أحيانا حتى عن الطابع السياسي، وهذا اللي عم بيصير عندنا بالمنطقه. يعني الخطف اللي عم بيصير، وهذا الخطف مستنكر سواء من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. مزبوط. اذا بدنا نكون نحن شو اسمه يعني يعني الخطف اللي عم يتعرضوا له الناس على الطرقات، في منهم ما لهم ذنب وما لهم يعني ما يمكن ابعاد عن القصه، حتى لو كانوا يمكن من نفس العائله او من نفس الطائفي او من نفس التيار السياسي. الخطف حقيقه اللي تم اخر فتره يعني خطف ثلاثه
من آل الحجيري من مشاريع القاع. ثلاثة طلعوا اثنين من بيت الحجيري وواحد سهروا مش من بيت الحجيري، أطلق السهر وضلوا اثنين. ومن خلال أربع خمس أيام نهار الجمعة مساء تم خطف ثلاثة من آل اثنين من آل الحجيري من تعربية، ومبارح انخطف واحد. بس الأخطر واحدة كانت فيهم أنا بتهيألي هي عملية الخطف اللي تمت ببلدة تعلبية. ليه؟ ليه؟ تعلبية جلالة هي. مظبوط. ليه؟ لأنه ناس إجوا من منطقة على منطقة تانية. جاي كان في ناس بيقولوا 6 سيارات مفيمة، في ناس بيقولوا 5، في ناس بيقولوا 4 سيارات. يا ريت فينا في عنا يمكن فيديو هلا بعد شوي بيصور كمان بكاميرات المراقبة حصلنا عليه بارح لهيدي العملية، بعد شوي رح نعرضه. وصار صحيح دكتور مبين سيارات في مي، العملية منظمة، في تخطيط، في رصد يعني لها. يعني المشكلة وين؟ اجوا من منطقة يعني عشرات كيلومترات، يعني مش انه عبوا 10 كيلومتر ويمكن شيء 40 او 50 كيلومتر. مروا على طرق رئيسية بتهيألي لأنه مش معقول يمروا كلها بطرق فرعية. وكانت حوالي يمكن الساعة 9:30 10 الى ربع. اجوا على منطقة تعلبية جلالة وخطفوا اثنين من الحجيري. حقيقة إذا واحد هيك بتطلع على المشهد قدام منه كيف فاتوا، لأنه في زروب صغير وفي ثلاثة بيوت لبيت الحجيري ورا بعضهم وفي تصويني. يعني إذا بكتفوتي بالسيارة لآخر بيت ما بتساع إلا سيارة وبالكاد لا تساع سيارة. فاتوا لجوة خطفوا اثنين، يعني لا سمح الله لو صار في إطلاق رصاص عليهم كان صار في مجازر بتعلبية وبشو اسمه. كتر خير الله أنه ليلتها يعني أنه ما صار في إطلاق رصاص عليهم لأنه كان طورت الأمور كتير بشو اسمه. هلأ بعدين حملوا حالوا نفلوا، يعني راحوا على منطقة البقاع الشمالي. يعني ما بعرف كيف مرقوا، يعني في حواجز أمنية على الطرقات، ما بعرف كيف مرقوا، في كاميرات كتير على الطرقات. يعني بيكون عامل هيك شيء منظم بيكون دارس يعني عملية، ومش فرقانة معهم الكاميرات المراقبة طالما سيارات في مي، طالما هلأ منشوف الفيديو وقت يصير جاهز. يعني أكيد في عملية رصد ومراقبة ومعروفين الأشخاص اللي بدهم يخدمون، لأنه يعني قصدين عائلة الحجيري. طبعا في مراكز أمنية هناك، بعدين في مخفر الدرك مش بعيد كتير. فيعني وبعدين المنطقه كتير مكتظه، يعني البيت على البيت وهذا. فعشان هيك بعدين طلعوا على الطريق الرئيسي تعلبيه سعد نيل زحله وكفوا على بعلبك. هي طرق رئيسيه وكل الكاميرات موجوده على الطرقات. حقيقه هيدي العمليه عملت قلق كبير عند الناس، صار واحد خايف انه يجي ينخطف من بيته، واحد ببيته تك تك يفوت ويخطف. خلينا نشوف سوا الفيديو امبارح، يعني انا كنت بالمنطقه وحصلت على هيدا الفيديو اللي كان توزعي او حصلوا عليه يعني بعض الجهات من كاميرات المراقبه. هي يمكن عمليه الخطف اللي صارت دكتور هدي بسعد نيل. مظبوط. الطريق يا حي هاي الطريق بتشوف هلا كيف كاميرات المراقبه رصدت الكونفوا السيارات الفيمي اللي بتمرق. هيدا تاني فيديو هيدا بطريق الرجعة، لأنه حسب ما شرحوا لي امبارح المصادر اللي عطتنا الكاميرا الفيديو تبع كاميرات المراقبة بالمنطقة بيمرق الكونفوا من هيدا الطريق، وبالرجعة بيرجع بيكمل طريقه وبالليل وما حدا يعني. بعدين كان 9:30 يعني كان في سير، يعني مش كان في سير، بس انه وقت الامور تصير على السكت وبهيدا الشكل المنظم شغله مخيفه حقيقه. يعني اي واحد هلا صار يخاف، حتى انه هو قاعد ببيته. كان بالاول في فتره من فترات الناس ما عادش طلعت خافت من الخطف، هلا واحد هو قاعد ببيته ممكن يخطفوه. مزبوط. بس كمان بدنا نفوت على موضوع هيدا الخطف، وبدنا نفوت يعني على موضوع كمان انه يعني يحيي موضوع العسكريين قطعوا هيدول هن سيارات في مي عملوا شغلون وراحوا يا حني وبسرعة فائقة لا حسيب. وفي كمان فيديو تاني بفرجي كيف كانوا قراب هيدول هني وقتها اجوا يعني على نفس الطريق اللي اجوا وراحوا. يعني هيدا طريق اساسي، طريق رئيسي. هذا مزبوط. هيدا شريط امبارح حصلت عليه الـ LBC امبارح نحن وفريق العمل اللي كنا موجودين فوق، يعني عم نغطي اعتصام الاهالي بطريق تعلبية سعد نيل قطع الطرقات. يعني صارت هيك علناً ما حدا فرقاني معه. بس الأخطر من هون إن كان في تبرير أو ما في تبرير ما حدا فرقاني معه، يعني علي وعلى أعدائي. ومؤسف نحكي هيك بينه وبين اللبنانيين، بس بذات الوقت في قضية جوهرية تما نظلم أو تما نلوم العالم يمكن على قلة إدراكها أو طريقة مقاربتها للأمور. بارح بيو للشهيد محمد حمية بيقول أنا بناشد الخاطفين يطلقون لآل الحجيري، أنا قضيتي مع مصطفى الحجيري وعلي الحجيري. يا ريت هيدا بيتحضر هيدا السونوريا اللي امبارح
عمل مؤتمر صحافي بيو للشهيد محمد حمية. طيب هيدا البي بيو كمان للشهيد علي السيد دكتور، كان كلامه كتير موزون. بيو للشهيد عباس مدلج كان كتير كلامه موزون، كأنه رح تصير بعد شوي قضية العسكريين طي الكتمان، بعد شوي رح ينقلب الساحر على الساحر، رح يصير القلب المتحملين مسؤولية هن الأهالي، يعني هن الموجوعين هن المنكوين. طب شو عم تعمل الدولة تجاه مصطفى الحجيري وعلي الحجيري؟ يعني أول شيء واحد شيخ والتاني رئيس يعني بلدية. أنا بقدر مشاعر الشهداء الثلاثة اللي استشهدوا فوق جرود أرسال، أهليهم طبعا، يعني بقدر ظروف أهليهم، سواء شهيد محمد حمية أو السيد أو مدلج، يعني وبقدر مشاعر أهلهم. وأنا بعرف يعني أنه يعني بيت حمية عائلة كريمة عندنا بالمنطقة، إلى وزن السياسي وإلى وزن العائلي وإلى وزن العشائري. وأنا يعني لما سمعته لوالد الشهيد محمد حمية لما استشهد ابنه، يعني كان كلام وطني بامتياز، لما قال أنه 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 شو اسمه، يمكن ما كان لازم يوجه التهمة لا 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 لآل الحجيري أو لا أنه لمصطفى، لا يعني يعني ما كان لازم. نسمع السونور قبل ومعلين يعني نفوت بهيدا الواقع، لأنه العالم رأيه عم بطل مقتنع بموضوع تبرئة رئيس بلدية عرسال والشيخ مصطفى الحجيري. الرأي العام منه مقتنع، في جزء من هالرأي العام مش مقتنع. نسمع السونور معليش ومنكمل. نحن من الأول قلنا إنه دم ابننا برقبة شخصين، هاو اللي مسؤولين عن دم ابني، وما قلنا علاقة مع أي مخلوق غيرون. إذا في شيء عند حدا ساعدوني وعملوا هايك مبادرة حسنية واطلقوا البريء، اطلقوهم كلهم. يعني نحن عم نقول، يعني نحن طبعا معه انه يصير في اطلاق للعسكريين باسرع وقت ممكن، لانه هول العسكريين ما كان يدفنها تيبكي عليها تيعمل الداي تبعه. العسكريين يعني ما كانوا بيتنزهوا بعرسال، هول العسكريين من ضمنهم شهيد محمد حمية، هو كان عم بيأدوا واجبهم، هو كان عم بيحمونا، عم بيحموا الوطن، عم بيحموا الناس ككل، مش عم بيحموا محمد الله يرحمه محمد حمية، ما كان عم بيحمي بيت حمية، كان بيحمي كل الناس الموجودين عندنا بالمنطقه وبلبنان. فيعني انا اللي بدي اقوله، اهم شيء انه ما تاخذ لعنا القصه قصه عائليه وعشائريه، لانه اذا صارت قصه عائليه او عشائريه حتى الدوله اللبنانيه، حتى انا بتهيأ للاحزاب الموجوده هناك ما بتقدر تسيطر على الوضع. ليه؟ لانه بالاخر لما تصير مثل ما بيقولوا نحن عندنا هيك مثل انه كل العائلات ساعتها بترد لبعضها، حتى لو كان في خلاف سياسي بين العائله الوحده، لما يصير في مشكله مع عائله، هالعائله هيدي كلها بتجمع على بعضها وبتقف ضد العائله الثانيه. يعني انا ما يعني شيء اللي صار مع هو يعني الشهداء الثلاثه العسكريين هذا شيء مستنكر يعني. مستنكر، ونحن مع انه يطلعوا هودي اليوم قبل بكره، واي واحد كان متورط بقصه العسكريين بخطفهم او شيء خلى الدوله تحاكمه. ما نحن نوصل لمرحله انه هلا المشكله وين ست ندى، انه بغياب الدوله، لانه ما عندنا ما في دوله عم تاخذ القرارات الحازمه، بغياب الدوله صار كل واحد بده يحصل حقه بايده. يعني هذا اللي صاير المنطق عندنا بالمناطق، انه كل واحد قال لك خي دولة ما فيش، انا بدي احصل حقي، انا بدي اعمل هيك دكتور. دكتور سؤال، طالما مشكل والبي كان واضح بكلامه هون، عاملين مونتاج البي قال بصوت ومش اول مره بيسمي مصطفى الحجيري وعلي الحجيري رئيس البلدية والشيخ مصطفى الحجيري، في حكم صادر بحقه للشيخ مصطفى الحجيري، وبعدين لا طلع أنه ما في حكم، في قبل الرائد بشعلاني والرئيب أول خالد زهرمان استشهدوا بعرسال وكان له يعني هو متورط، وشفنا الصور طبعا نرجع نعيد الكلام كيف كمان كانت دار اندارت الأمور من قبل البلدية. موضوع العسكر اللي كان قال ضيوف في بيته ويحني كيف تسلموا، بنعرف كيف كلها الأمور مرتبطة ببعضها. الرأي العام اللبناني منه عذرا يعني عن التعبير منه ساذج، الرأي العام اللبناني مسيس، بيعرف كيف الأمور. ليش عرسال كلها بدها تروح بظهر أقلية تتحكم فيها، وفي مجموعة كبيرة من عائلات عرسال بيتصلوا فينا يقولون لنا صراحة نحن مهجرين لأنه عرسال مسلوبة الإرادة من قبل السوريين ومن قبل مجموعة من أهل عرسال. إبراهيم عيسى بحلق عرسالي هو اللي قتل المقدم الجمل، شو دور تيار المستقبل؟ تيار المستقبل يستقبل تيار المستقبل المتورطين ويعطيهم الأموال؟ تيار المستقبل ما بيغطي حدا. أنت بتعرفي أنه المقدم الجمل خيو كان منسق تيار المستقبل ببيروت، مظبوط، يعني تيار المستقبل ما بيغطي حدا، تيار المستقبل ما غطى حدا لا أمنيا ولا ماليا ولا حدا منهم. يعني المشكلة وين؟ المشكلة ابتدت بعرسال. خلينا نرجع للمشكلة كيف ابتدت. المشكلة أنه ما كان أيام حكومة الرئيس مئاتي المسار النزوح السوري الكبير
ما صار في خطة معينة لاستيعاب النازحين بشكل أنه يعني كان مفروض ينعمل مخيمات ما بعرف وين على الحدود بالحدود المشتركة بينه وبين سوريا بمحلات معينة مثل ما صار بالأردن وبتركيا. أولا فيك تضبطيهم أمنيا، فيك تضبطيهم صحيا، فيك تضبطيهم يعني اجتماعيا اقتصاديا بكل حتى بتوزيع المساعدات. المشكلة أن تركت الناس تستقبل هالناس يعني يستقبلوا السوريين. طيب إذا على عرسال حوالي 100,000 نازح، طيب نحن عندنا ببرلاس 70,000 نازح، أنا ضايت ببرلاس فيها 70,000 نازح سوري، نحن عدد سكاننا لا يتراوح 30,000، طيب صاروا 70,000، طيب عميل الحق؟ مش الحق على الدولة؟ الدولة كانت مفروض تاخد هالشو اسمه، الدولة تركت الأمور هيك، فبتعرفي أنت نازحين طيب اليوم الكل موجودين مش كلهم هربانين مش كلهم هربانين اليوم الكل موجودين بحكومة الرئيس سلام. نعم اليوم كل القوى موجودة بحكومة الرئيس سلام مفروض ياخذوا قرار. وحقيقة عم تسمعوا للوزير رشيد درباس امبارح قال إنه نحن ما عاد فينا نستوعب نازحين سوريين وانتم سمعتوا قال رح نسكر الحدود بس اللي موجود شو رح تعمل فيه؟ ما في مخيم بلبنان عشوائي إلا مع بداهم الجيش بيشوف أعلام داعش أو في مسلحين أو في متورطين أو منتمين إلى متنظمات إرهابية. أنا اللي بقوله إنه أي واحد سوري عم يروح على سوريا ممنوع يرجع لبنان ممنوع لا لأنه هذا اللي عم يروح على سوريا قادر يروح اللي راح انتخب الرئيس الأسد بالسفارة السورية وبجيدة يابوس مش إنه بيرجع بيروح على سوريا وقت توزيع المساعدات بيجي على لبنان مشان ياخذ مساعدات اللي مش قادر يروح على سوريا يعني هربان من الحرب من هناك هربان في مشاكل علي مشاكل أمنية وسياسية. فعشان هيك أنا بتهيأ لي وكتار اللي بيروحوا على سوريا وبيرجعوا على لبنان يعني بيجوا وقت المساعدات وبيجوا طيب هادي ما بنعرف شو عم يعملوا وبيجوا بيشتغلوا وبياخذوا مطرح اللبناني واللبناني عاطل عن العمل واذا بينحكى بهالموضوع يتهم اللبناني انه عنصري مثل كانه اللبناني ما له حق يطالب بحقوقه. معظم المصانع عندنا بمنطقه البقاع معظمهم تركوا العمال اللبنانيين فللوا لهم بيوتهم واخذوا محلهم عمال سوريين. انا اللي بدي اقوله انه نحن مع بيت حميه أنا بعرف بيت حمية نحن نعم. علاقتنا كتير كويسة معه أنا مع بيت حمية باستشهاد محمد حمية وبرجع بقول أنه محمد حمية يعني استشهد مش مشان بيت حمية استشهد مشان كل لبنان استشهد مشان الوضع الأمني يكون مستقر بلبنان لما طلع على عرسال نعم. مش طلع مشان بيت حمية على مزبوط مزبوط طلع مين إلي كمان أصلا ما هني المخطوفين من كل الطوائف من كل المناطق هودي يعني. منطقتنا هودي نحن وياهم عايشين تاريخ طويل شو اسمه عريض نحن وياهم في كتير تزاوج بين العائلات عندنا بالمنطقة من بيت حمية لبيت دكتور في رفع غطاء عن اللبنانيين المتورطين مع السوريين ضد الجيش اللبناني وضد أهل عرسال بعرسال مفروض من قبل تيار المساواة مفروض يكون بالطبع في أنا بقول لك أنا بعرف كتير شغلات إنه في رفع غطاء عن شو اسمه لما خطف هداك النهار توفيق وهبي بعرسال ما رجع إلا من دفع مصاري دفع والمؤسف اندفع ببيت الرئيس البلدية والمؤسف إنه في يعني هو بيقول توفيق وهبي إنه رئيس البلدية عمل اتصال إنه فيكم تروحوا تجيبوه من الغرفة الفلانية لتوفيق وهبي. طب رئيس بلدية عارف يعني في شيء علامة استفهام كبيرة يصير في تحريب القصة صيدي ما عندنا مشكلة نحن مش عم ندافع عن حدا عرفتي كيف؟ هلا يمكن رئيس البلدية ساهم بطريقة أو بأخرى بالإفراج عنه وعرفتي كيف؟ لأنه كرئيس بلدية مش عم دافع عن حدا أنا. هيدي عادة الدولة. لا بدنا نفهم نحن شو عم بيصير. الدولة هي مفروض تحقق بالقصة صيدي وتعرف مين كان اللي خاطفه لتوفيق وهبي ومين كان خاطف اللي قبله واللي قبله. نحن مش في عمليات خطف بتم بعرسال ضمن بلدة عرسال كمان. مزبوط. حتى لأهالي عرسال. خطف بالزمان كمان واحد اسمه من عنا من زحلي اسمه كليكور كمان خطفوا ودفعوا فدية من شانه. نحن مش عم نغطي أبدا أي واحد. تورط في ضد الجيش تورط في خطف ناس تورط هذا المفروض ينجاب على المحكمة. مقتنع حضرتك انه بعد اللي موجودين بلبنان من السوريين وحاملين سلاح بجرود هيدول الثوار اللي بيعملوا معركة عرسال وبيعتدوا على اللبنانيين هيدول الثوار بدهم يحرروا سوريا من استبداد الأسد بيخطفوا عسكريين وبيذبحوا عسكريين وبيخطفوا لبنانيين وبياخذوا فدية لا ابدا نحن اي واحد تورط بدم اي عسكري من الجيش اللبناني نحن ضده والدكتور رئيس الحريري كان واضح قال انه اي واحد بده يقاتل الجيش نحن حنقف ضده ونقاتل ضده مش هيك ولا لا هذا رئيس تيار المستقبل اللي هو اللي القائد تبع الحزب هذا قال هالحكي هذا ونحن معه نحن ضد اي واحد تورط مش حان الوقت انه يكون في ترجمه عمليه بين كافه القوى السياسيه امبارح كانت انا باجتماع دار الفتوى كان في كلام كتير جيد للمفتي خليل الميس وكان في حدا من المشايخ بعتقد الشيخ عدنان أمام عم يطرح أنه لازم
نحكي نحن والطرف الآخر. مؤسف يعني نحن عم نحكي كلبنانيين بين بعض أنه نحن والطرف الآخر. عم بيقول أنه ما بتنحل الأمور إلا ما نرجع نحكي مع بعض. نحن أهل مروي، نحن أهل منطقة واحدة. وكان لافت قديش المفتي خليل الميس عم بيهدي، عم بيجرب يستوعب. يعني في إدراك لخطورة الوضع. فيش مرة صار في مشاكل، وخاصة أول عرسال واحد كان نهار السبت، يمكن نهار الأحد اجتمعنا بدار الفتوى وكان موجود سمحت العلامة خليل المايس، وكان في مشاكل كتير، ونحن من الناس اللي لعبوا دور بقصة أنه وقف الحوادث بعرسال وأنه ما تتطور. ما في مرة إلا ما عم نعمل اجتماعات. تعرف في منطقة البقاع الأوسط بدي أقول لك أنا أملي موقوتي، أملي موقوتي. ليه؟ لأنه منطقة استراتيجية، اللي راعي بعلبك بده يمر فيها، واللي راعي الشام بده يمر فيها، واللي راعي البقاع الغربي بده يمر فيها، ومنطقة اقتصادية فيها حركة اقتصادية ناشطة. عشان هيك دائما يمكن عملية الخطف لأسباب مادية بتجي على عنا على المنطقة. يعني كلياتنا عم نشتغل صدقيني، مشايخ وفعاليات سياسية ورؤساء بلدية مشان نهدي الوضع. التطورات الأمنية يعني أقوى أو أسرع، عم تطغى أكثر على كل المساعي اللي عم تعملوها. يعني لما خطف ابن إبراهيم السقر شوفي قديش عملنا، قديش اشتغلنا. لما خطف توفيق وهبي كمان نفس الشيء، لما خطفوا ما هي هيدا العصابات بتستفيد يعني من هيدا الوضع. حتى لما صارت قصة ساعدناه المرة الماضية وصار في خطف مزبوط. خطف متبادل، وهذا اللي بيخوف كتير. كمان اشتغلنا ليل نهار مشان نوقف القصة. بس أنا بدي أقوله نحن عنا بالآخر شو اسمه، يعني ما فينا، يعني أحيانا ممكن تفلت من إيدنا. رح نحكي عن البقاع كيف هو إملي موقوتة، لأنه فعلا مبارح نحن دايما بنطلع، بس مبارح حسيت أنا على الأرض قديش الوضع خطر. واتصلت بحضرتك وقلت لك أنه العالم يا محبط وضع اقتصادي صفر. يا أنه الناس مشحونة لدرجة أنه عم تدفع ثمن مش معروف كيف. وفي ناس عم تحكي أنه معقول نرجع لحرب أهلية. يعني سمعنا هالكلام بالشارع. رح نرجع لهيدا الواقع، ولكن نرجع نروح على الألمون عن زميلتنا فتون رعد. نهارك سعيد فتون. يبدو أنه الأهالي قاطعين أوتوستراد الألمون بالاتجاهين. ليش فتون؟ نهارك سعيد ندى لك ولضيفك. بالفعل الأهالي منذ قليل قطعوا طريق أوتوستراد القلمون بالاتجاهين من وإلى الشمال، وأبقوا على الطريق البحرية مفتوحة. الأهالي هم بيقولوا أنه نظرا لأنه ما في أي حلحلة بملف المخطوفين، وتحديدا الاتصال مع المعاون إبراهيم مغيط مقطوع منذ أكثر يعني من أسبوع، فطبعا القلق عندهم زاد، وبالتالي أقدموا على هيدي الخطوة. وهيدي الخطوة رح تكون بالتزامن مع خطوة تصعيدية ببيروت مثل ما قالوا لنا، ورح يقطعوا أيضا الطريق البحرية عند الساعة 3 بعد الظهر بالتزامن مع التحركات يلي رح تكون عم بتصير بالعاصمة بعدة مناطق بالعاصمة. بالإضافة لهذا الشيء ندى يلي عرفناه اليوم أو الجديد يلي عرفناه اليوم أنه الطريق قطعت، ولكن ما حددوا هني أي متى رح يفتحوها. يعني عادة هني بيحددوا على مدى عدة ساعات أنه رح نرجع نفتحها. اليوم الجديد أنه قالوا لنا أنه ممكن طريق تبقى مقطوعة. نحن خلص بدنا حل. هيدا جو الأهالي اليوم. إذن الطريق مبدئيا رح تبقى مقطوعة، وتحديدا أوتوستراد القلمون. الطريق البحري رح تتسكر تقريبا على الساعة 3، ولكن ممكن يرجعوا يفتحوها. أما الأوتوستراد فهو رهن أي جديد رح يصير بهيدا الملف. على كل حال نحن رح نتابع معك فتون تفاصيل ومجريات هيدا النهار طبعا، وإذا رجع طرق أي جديد بنرجع نطلع معك برسالة تانية. يعني أقل شيء هيدا حق للأهالي طبعًا. يعني طبعًا. خلينا نحط حالنا طبعًا. شوي مطرحه مثل ما كل أميات، لو ابن زعيم الفلاني، لو خي زعيم الفلاني، شو كانوا عملوا؟ كانوا خربوا الدنيا. أولادهم مثل كأنهم منسيين. ولو هن أبناء الدولة هل بحق لها الدولة تنسيهم؟ لا أبدا. أنا لو محلهم يمكن أعمل أكثر من هيك. أنا لو ابني مثلا سمح الله هيك بموقع هيك ممكن أعمل أكثر منهم، وأنا ما بلومهم أبدا. أنا بالعكس كنت يعني كنت دائما عم أكون جنبهم. أنا عندي واحد مخطوف جاري جورج خزيئة بعيد عن بيتنا 5 أمتار، وحداني عند أهله. ها وحداني عند أهله. طيب هذا شو؟ أنا بديش أقدر مشاعر بي وأمه اللي ربوه واللي علموه واللي قدموه للمؤسسة العسكرية وبالآخر يصير فيه هيك؟ لا بالعكس أنا معه، وأنا معه إنه إذا ما عملوا هيك نحن تعودنا، نحن بلبنان تعودنا. إذا بدنا أي شيء ناخده من الدولة بناخده بالإضرابات يا بالمظاهرات يا بالشو اسمه، مش هيك؟ نعم. هودي العسكريين
يعني مع العلم هلا في جهود كثير كبيره، في يمكن في شغلات، بس ما في اراده يمكن اقليميه دكتور عراجي، في اراده اقليميه او لا مش مستعجلين مثل ما اقليميا ودوليا مش مستعجلين على موضوع الرئاسه؟ وما نضحك على بعضنا، كمان الراي العام اللبناني منه ساذج، بيعرف انه رئيس ينتخب باراده دوليه اقليميه، هيدي اذا اجى الضوء الاخضر بتصير الانتخابات الرئاسيه. كمان بمفاوضات الرهبات ومخطوفي اعزاز، لو ما تدخل المفاوض القطري والتركي وكان في دور فلسطيني مع الخاطفين وكان اللي عم بيشتغل على الموضوع اللي بقى عباس ابراهيم مع رئيس الحكومه بوقتها وهلا حاليا، بس يبدو هالاراده الاقليميه اليوم بارده. شو الثمن اللي بيريدوا الاتراك القطريين او المملكه العربيه السعوديه اللي تردد كثيرا في الكواليس الإعلامية أن السعودية ترفض أن يتم اقتلاع شوكة ما يجري في جرود عرسال؟ ما بتهيألي، أنا بتهيألي كل الدول العربية وحتى شو اسمه بتعرفي أنت رئيس تمام سلام راح هو وزير داخلية على قطر وحكم مع أردوغان عدة مرات، وهذا يعني هلأ الدولة بعد ما سكر وخاصة طريق دار البيضر لأنه كان شريان أساسي وكان شريان حيوي، أنا بتهيألي الدولة تحركت بكل أجهزتها لحتى تطلع يعني المبادرات اللي عم بيعملوها الأهالي طبعاً. أنا بتهيألي لو ما عملوش هيك ما بعرف، يمكن ما كانش في كتير هالتحرك الممكن كان يصير من قبل الدولة، لأنه بتعرفي لما قطعوا طريق دخل البيضر هذا شريان اساسي للاقتصاد، ما فيها الدولة تبتز الاهالي، ما فيها تلومهم. عشان هيك انا بتهيألي يمكن هيدي عطتها للدولة انه زخم اكثر انه تتحرك، عرفتي كيف؟ بس يعني انا ما بتهيألي اي دولة عربية ما لها مصلحة انه يطلعوا العسكريين، يعني حرام مش نظلم حدا، يعني كمان يعني انه شو يعني بالنهاية انه بالنسبة لدول كبيرة العسكريين موجودين ولكن مش هذيك القضية الكبيرة يعني. فأنا بتهيألي في هلأ مساعي كتير جدية ومساعي كتير حساسة، احتمال انه نقدر نوصل الى هيك. شو هي المساعي محلية؟ انا بتهيألي في شو الدور اللي عم بينلعب على مستوى عائلة أحمد خالد الحجيري؟ أحمد خالد الحجيري اللي مبارح اختطف هو من فعاليات البقاع، من فعاليات عرسال وحتى من فعاليات القلمون، وهي عائلة مهمة ويمكن يعتبر هو صيد ثمين للي خطفوه، ويمكن فينا نقول أنه الأربعة صار ما لهم لزوم مشان هيك أطلقوا مبارح اثنين واليوم بانتظار اثنين البقية أنهم يطلعوا. بس أحمد خالد الحجيري صيد سمين، وهل صحيح في استخدام لورق التفاوض بموضوع العسكريين بهالقصة؟ يعني أنا ما يعني بالطبع يعني أحمد الحجيري اللي انخطف امبارح يعني زلمة من أعيان بيت الحجيري، كل العالم تعرف يعني، ومن أعيان عرسال ومن أعيان المنطقة طبعا شمالي، كل المنطقة معروف بتعرفه، معروف من كل العائلات وكل العائلات بتقدره وبتحترمه يعني، سواء حتى ما بعرف مين خاطفه هلأ أرتيكي. بس أنا بتهيألي إنسان مقدر من كل الناس هونيك ولعب دور كتير مهم، وحتى هذا تقوس يعني مرة كانوا كانوا براس بعلبك عند مركز مخابرات الجيش، هني وراجعين صار في قويس عليهم وتصاوب، وقتها كان في عملية تبادل كمان يمكن مخطوفين. بعدين هو هذا الشخص فات على مستشفى العبدالله وصار عنده مشكلة بإجره، مشكلة مهمة، نزل على بيروت كمان تعالج. فزلمي يعني دايما بيدخل بالصلح هو وخيو ثنيتهم، يعني لهم دور كتير فعل بالمنطقة من ناحية يعني خيو اليوم عم بيلعب دور يبدو، يعني أنا بتهيألي أي واحد قادر يلعب دور يعني مفروض يقوم فيه بالإفراج عن العسكريين. إذا كان حدا له هيك أي اتصال أو أي شيء مع الناس الموجودين بالجرد يعني هذا بالعكس هذا يعني يقدر جهد الممكن يعمل. طب غريب دكتور انه وخاصة انه عرسال صارت متهمة انه هي بيضاء، فعشان هيك انا بحيي لأي حدا عرسال متهمة وصار شبه مفرغة من اهلها، في كتير من عائلات عرسال ظهرت من عرسال ما فيها ترجع. بتعرف انت بتعلبية مثل ما قال وزير الداخلية انه محتلة عرسال، يعني في كتير الناس اللي عندها شغل اللي عندها عمل بعرسال كلها، في كتير ناس تركوا اجوا على المناطق، وفي ناس وقت معركة عرسال يعني تركت مش مسترجية ترجع، حطوا اولادهم بالمدارس تركوا عرسال اجوا لهونيك، يعني حرام. يعني عرسال مثل ما بيقولوا انه انشمست واتاخذ الطابع كعدوا انه عرسال قندهار، بالعكس بس يعني في اقليه تتحمل المسؤوليه بجار عرسال لهي الدوله. بالطبع تقصير الدوله هو اللي وصل عرسال لهنا، يعني كان المفروض الدوله كان المفروض تعطي امر للجيش اللبناني من هونيك المنطقه ينتشر الجيش اللبناني، مش قادرين نحن نحمي الحدود هونيك، كنا المفروض نستعين بال 1701 اللي بيسمح للدوله اللبنانيه بان الدوله اللبنانيه تستعين بقوات الدوليه الموجوده بالجنوب ولحتى نحمي حدودنا. في تقصير كان من الدوله، في قدره انه القوات الدوليه او في اصلا رغبه دوليه في حال توافق الجميع بلبنان على انتشار قوات دوليه على حدود السلسله الشرقيه؟ في ناس مش قابلين مين؟
الثمانية أقدار جماعة ثمانية أقدار كلهم؟ أنا بتهيألي كلهم مش قبلانين لأنه أبداً إنه ما مش موافقين على شو اسمه. أنا ما بفهم ليش. طب كيف يعني جماعة ثمانية أقدار تنحدد حزب الله قبل بانتشار القوات الدولية بالجنوب وما رح يقبل على السلسلة الشرقية؟ يعني ما هيدا يمكن بيوقف المشاكل ومحاولات التسلل على القرى الشيعية أو الهجومات اللي عم بتصير على مراكز حزب الله. يعني عم بيقول هو إنه هو ما بيضمن شو اسمه يعني هلا اذا بدك تطلعي هيك بالمحصله العامه بلبنان اكثر منطقه هذه هي جنوب. نعم لا لانه في قوات دوليه. مزبوط شايك في قوات دوليه مشان هيك نحن عم نقول لحزب الله يعني منشان جمهور حزب الله ومنشان لبنان ككل انه المفروض يصير في انتشار للقوات الدوليه. عرفتي كيف؟ لانه هذا جمهور حزب الله. انا بحكيها بصراحه وماني ما عندي خجل وما عندي جرأة احكيها. يعني جمهور حزب الله بالنهايه لبنانيه شايك. انا كمان يعني بيهمني امرهم بيهمني حمايتهم بيهمني انه احنا وياهم بعضهم. حضرتك عم تحكي عن البقاع الامبل المقوطي يعني ضيعه حد ضيعه. نحن بتعرفي انه ايام زمان كان واحد اذا عمل شيء مشكل بالضيعه عنده يروح على البقاع الشمالي لعند الناس بيعرفهم او اذا واحد من البقاع الشمالي عمل مشكل كان يجي على البقاع الاوسط او عند عائلات سنيه او واحد سني عمل مشكل يروح لعند عائلات شيعيه على البقاع الشمالي. نحن نوصل لهلا الدرجه هيدي يعني بيت حميه له انتشار واسع. بيت زعيتر بيت مشايك بيت المصري كمان نفس العائلات السنيه له انتشار كان هونيك بالمناطق هذيك وكنا عايشين يعني بخير وبنعيم وكان في تجاره مزدهره بيننا وبينهم. نوصل لمرحله انه والله انه واحد اذا بده يروح على البقاع الشمالي بده يتصل بحدا من البقاع الشمالي لحتى يحميه يوصل لهونيك والعكس صحيح كمان ما بيجوز هذا. طب دكتور حضرتك عم تقول بقاع امبلي موقوته موقوته حتى من بعد المساعي اللي صارت امبارح وحضرتك كنت جزء منها ومن بعد ما سمعوك اخيرا وقدرت تحكيت مع الرئيس بري ومع الرئيس السنيوره واقتنعوا معك بالكتله انه في شيء كتير خطر فوق لازم يتعالج وقدت امبارح الاتصالات تحديدا مع الرئيس بري لاطلاق اول اثنين من المخطوفين ويمكن اليوم تستكمل باطلاق اثنين بعد املي موقوته على الرغم من انه تحرك السياسيين او وعيه. هلا طلعوا هودي طب من خطف طفل وهبي من فترة خطف الطفل ميشيل السائر من فترة خطف ما بعد يعني كتار عمليات خطف صارت دائما سوي من خطف هذاك نعم سعد نيل يعني في عدة عمليات خطف يعني شو اللي بيضمن انه ما يصير في عمليات خطف بعد اسبوع بعد بس يعني نعم. ما تتكرر العملية لانه صارت عندنا مثل كيف يعني مثل تجارة شيء يومي يعني انه يصير في عمليات الخطف هيدي ولانه انا بتهيألي لانه ما في خطة امنية في سؤال الخطة يعني الأمنية فشلت عندنا بالبقاع لانه ما طبقت. عرفتي كيف؟ يعني كان عم ينحكى انه بده يصير في خطه امنيه بالبقاع ما تنفذت الخطه الامنيه وصلنا لهالمرحله هذه صار كل واحد بده يحصل حقه بايده. امبارح بالاتصالات مع الرئيس بري ادركنا هيدا الواقع وصار في مساعي لاطلاق اثنين ويمكن ان شاء الله اليوم اثنين. طب نحكى بهالمواضيع في المستقبل نحكى شو اللي ناطر البقاع بالمستقبل. انا اول شيء بقدر الدور اللي قام فيه الرئيس بري امبارح حقيقه والقبل منها يعني صار في خطف عده مرات وكمان يعني كان يعني الرئيس بري انحكى معه انا حكيت معه بس صارت العمليه هيدي وكان هو مسافر واجا كان صار له يوم او يومين جاي شرحت له الوضع بالبقاع. دائما بشرح انا الوضع عند كل الاطراف السياسيه انه يا عمي البقاع بده عنايه خاصه. نحن بعد قصه الطار وقصه ما بعرف شو بعد موجوده عندنا بالمنطقه يعني هيدي لو قد ما تتقدم الدنيا وتتغير بعد موجوده يعني حقيقه لسه ثوابت هيدي بقواعد العشائر خفت عن الاول كثير بس بعدها موجوده وبعدها بتتحرك. هلا اي شيء ممكن يرجع يحركها. انا شرحت لكل الاطراف السياسيه حقيقه انا حكيت مع الرئيس بري والرئيس بري عمل جهد كبير ضغط بشكل كثير شو اسمه لحتى لانه نحن ما كنا عارفين وين موجودين وصدقنا نحن مش عارفين هلا نحن وين مخطوفين يعني ما بدنا نتهم بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وما عندنا دلائل على شو اسمه. وانا بقدر كثير الكلام اللي قاله بيو للشهيد محمد حميه لانه انا بعرف قديش يعني بيت حميه حريصين على السلم الاهلي بمنطقه البقاع مثل بقيه العائلات لانه انا بدي اقول لك شغله ست ندى تفضل ما حدا يجي يقول لنا انه والله الدولي وما الدولي وهذا. انا اللي بدي اقول لك شغله البقاع يعني مع كل شيء اللي عم يصير وما انفجر الوضع بتعرفي ليه؟ ليه؟ الناس خايفه من بعضها. واضح امبارح الكلام بدار الفتوى بيدل على هالشيء. الناس خايفه من بعضها، يعني هذا خايف من هيك لانه بيعرف هذاك مسلح، وهذا خايف من هيك، وهذا خايف من هيك. وعم بيزيد التسلح. وعم بيزيد التسلح، وامبارح المفتي خليل الميس يعني دقنا قوس الخطر، انه ما فينا نعالج الامور اذا عم نحكي هاي المنطقه عم تتسلح وهي المنطقه عم تتسلح، ولا بترجع الحرب الاهليه. يعني كل عمليات الخطف اللي عم تتم عم يتم الافراج عنهم بتبوا يسلحها او اذا كانت اسباب ماديه سؤال هون وسؤال وبيطرح نفسه. كان في اتصالات مع الرئيس بري، صار في تواصل عبر قنوات ما
لن وصل للخاطفين، وصار في مساعي بطريقة ما بعرف هيك وصلوا المخطوفين المفرج عنهم لعند الجيش. طب يعني الخاطف معروف وعم تتعهد الأمور لأسباب عم تتكرر، أيمن صوان اختطف لأسباب مالية بوقت اللي كان ماشي الخطف والخطف المضاد على قضية ذبح العسكريين. طب طالما الخاطف معروف، ليه القرار السياسي ما بيتاخد بجلبه للقضاء تتوقف هالمسرحية، أقل تسكر ثغرة ما نحكى بهالموضوع مع الرئيس بري؟ بلا نحن عم نحكيها بمحل ما كان عم نحكيها، لأنه أنا بالنهاية صح أنا هلا نحن يمكن بعد هالحكي صرنا معرضين للخطف. أنا صح أنا نائب عن لبنان، بس أنا لما يصير في منطقتي بخطر أنا بقول لك إياها بصراحة، وأنا بقولها بمحل ما كان القصة. أنا صح نائب عن أنا نائب عن الأمة كلها عن لبنان ككل، بس أنا لما بلاقي منطقتي بخطر أنا بصير بتصرف على أساس أنه نائب عن منطقة هيدي، أنا بدي أخلص منطقتي من أي مشكل أمني، ممكن أتواصل مع مين مكان ساكن. بس انحكى مع الرئيس بري بهذا الموضوع، انحكى مع الجهات التي بتمون على الجهات الخاطفة أو الجهات اللي ممكن توصل للجهات الخاطفة، أنه معليش يا أنه تنجيب للعدالة تتوقف، ينرفع الغطاء، وكيف فتديها من الجيش ووقفوا هيك. هيدي بتتم لما يكون في خطة أمنية للبقاع. من حكى بخطة أمنية وافق مجلس وزراء على خطة أمنية وتكون في قرار سياسي تيصير في المفروض الخطة الأمنية تتطبق. لما تتطبق الخطة الأمنية بيصير أي واحد بيخطف لأسباب مادية لأسباب سياسية لعملية النشل والسرقة المنتشرة عندنا بشكل كتير قوي عندنا بالمنطقة، كل هذه الأمور بتقف. ما بدك أنت الدولة، يعني ما حدا بيحل محل الدولة، لا حزب ولا تيار ولا أي حدا، الدولة بمؤسساتها وتحديدا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية هي الوحيدة اللي بتقدر تحمي كل العالم فعشان هيك نحن نقول انه الخطه الامنيه مفروض تطبق بمنطقه البقاع باسرع وقت ممكن. يعني رح يطرح هالشيء بمجلس الوزراء، كان امبارح في اجتماع لكتله المستقبل، وزراء كلهم مشاركين بالحكومه، بحث شيء بهالموضوع؟ طبعا عم بيقولوا انه بالطبع لانه ما طبقت الخطه الامنيه بمنطقه البقاع. انا بتعرفي يعني انا يمكن مثل ما قلت لك نائب عن البلد كله عن لبنان كله، بس انا هلا همي الوحيد أنه منطقتي ما يصير فيها إشكال أمني كبير، وخاصة أنا بعرف لا سمح الله بعرف كيف الأمور العائلية والعشائرية كيف بتندار، لأنه من زمان هيك نحن من عوائدي أنا بعرف كيف الأمور كيف كانت تنحل وراء أهلي وراء كيف كان أيام 75 لما صار في كمان هيك كنا نحلها بالأساس هذا عشان هيك ما بتنحل إلا هيك، بس بدك الأمور توصل لمطرح أنه ضل منضبطة أو تقدر العشائر وزعم العشائر يضبطوها. أنا بقول لك هلأ نهان قدام الناس كلها نحن حنوصل، أنا خايف لأوصل لمحل أنا ما نقدر نحن ما نقدر نعمل شيء. يعني مثل حجير اليوم عم بيقولوا لي نحن إذا كان والله ما طلعوا المخطوفين بالليل نحن بدنا نرجع نصعد ورجع يسكروا الطريق، بدنا نسكر الطرقات وبدنا نعمل نسكر الطريق، وهذا عارف كيف يمكن تمني أنا تمنيت عليهم من أول الحوادث إنه ما يخطفوا حدا، ما بدي خطف مضاد، لأنه الخطف المضاد حقيقة شغلة كتير مخيفة مثل ما صارت من شي شهر. الخطف على الهوية صار، يعني بيصير الخطف على الهوية كواحد ما له ذنب وما له أبدا أي تعاطي مجرد لأنه والله هذا سني والله هذا شيعي، هذا شغلي في منتهى الجهل وال 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 وال, وال شو اسمه هذا اللي خايف منه أنا. عشان هيك أنا بقول وبحذر وبرجع بقول مثل ما حذرت من شهر وما حدا يمكن قال لك يمكن أنه نائب راجع بيهول ولا مش عارف شو ولا هذا، أنا برجع بحذر هلا أنه إذا ما اتخذت الأمور على محمل الجد بمنطقة البقاع وصار في خطة أمنية وكل واحد بيخل بالأمن يتحاسب، أنا بتهيألي واصلين على محل كتير 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 صعب. وأنا هلأ بدو يسمع مني يسمع بدو يسمع مني يعني حلها بالتي هي أحسن ما بتزبط. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني الدكتور عراجي ونرجع نتابع حلقتنا بالمحور الثاني، خليكن معنا. متابع حوارنا مع النائب عاصم عراجي. يعني دكتور معلي اليوم عم نحكي الأمور مثل ما هي وبكل صراحة، وبدي أرجع صر على حضرتك أنه معروفين ومنا جديدة قصة الخطف بالزمان من شي سنة أو أكتر عملنا وثائقي، أنا عملت وثائقي مع مجموعة من الشباب عن الأمن المخطوف، الخطف مقابل فدية مالية هو الأكثر رواجاً ومعروفين تقريباً العصابات أو الطفار الموجودين بالجرود. طب بس ليش لا تقتلع هذه الشوكة من جذورها، خاصة أن الوضع الأمني يعني ما بيحمل في أمور وهموم أكثر هي أخطر على البلد من هذه التفاصيل اللي ممكن تفجر الوضع. وزير الداخلية السابق مروان شربل قال أنه معروفين بالاسم عند الدوائر الأمنية وحدد يمكن يوميها 37 من 32 واحد.
كلامه مسجل. في منهم محكومين وموقوفين بيديروا العمليات من السجن. ليش ما بيجيبوهم؟ مفروض الدولة. يعني مثل ما الإسلاميين بيديروا عمليات يعني إرهابية من السجن، هيدول عم بيديروا عمليات خطف من السجن. لا بيت حمية ولا بيت الحجيري ولا بيت الفريتي ولا بيت أي حدا من بيت المصري، هني لازم يجيبوا الناس، الدولة مفروض تجيبه. مش هيك ولا لا؟ ما في ناس يعني من طرفين عم بيروحوا فرق عملي بهالقصة سيدي، مش هيك؟ الدولة مفروض تاخذ شو اسمه القرار والمبادرة وهي تمسك الناس هذول، لأنه حقيقة بيوفروا كثير. أنت بتعرف لما خطف أمين صوان يعني حقيقة كان صار في مشكلة كبيرة كبيرة بالبلد. كيف ما كان العالم صارت تتاخد وتعتقد كبيرة بالبلد، يعني عشنا على أعصابنا، عشنا على أعصابنا هذيك الأيام. طيب إنه لأنه صار في خطف مضاد، طيب وهلا ممكن كان يحصل خطف مضاد من طيب اليوم المخطوفين الثلاثة الباقية، هل بعدك حضرتك عم بتتابع الاتصالات تنشوف إذا فعلا رح يصير في إطلاق لاثنين أو الثلاثة؟ يعني أنا حسب ما بلغت مبارح انه حيتم الافراج عن اثنين، ومش الحال تم الافراج عن اثنين، يعني الوعد كان يعني شو اسمه مزبوط، وقالوا لي انه اليوم بده يتم الافراج عن البقيه. بس بتعرفي عاده انا حسب معرفتي وخبرتي صرنا خبره بهالقصص هاي مثل خبره بالطب، انه عاده بيتم الافراج عنهم بالليل مش بالنهار. انا هيك لانه بتعرفي الدنيا معتمه يوم ما حدا يعني بيشوفهم على الطريق ما حدا بيشوف ما حدا بيشوفهم يعني بالزمان كل عمليات الخطف بس أقل في بالليل. اتصالات تؤكد إنه اليوم رح يكون في إطلاق للدفعة تانية إن كانوا يعني اثنين أو ثلاثة. وعد من يعني ناس مهمين إنه اللي حيتم الإفراج عنهم اليوم. يعني بتعرف لأنه صار نعرف مين يعني هلا يعني طبعا هلا الأجهزة الأمنية عرفت مين اللي كان خاطف، إنه مجرد ما استلمت اثنين يعني عرفت مين، لأنه واحد من خطف من 10 أيام هو بيو والانخطفوا من كم يوم من نهار الجمعة، يعني كانوا ظاهر كله مع بعض. قصة الخطف ما عم بتصير بس، يعني كمان من فترة شفنا كيف صارت عملية الخطف على الهوية، اختطف علويين إذا بتتذكر، اختطف كمان يعني أطفال من الطائفة الشيعية مقابل فدية، اختطف من الطائفة المسيحية، اختطف كاثوليك، اختطف سنة من زحلة، عيب يعني عم نحكي هيك، بس كله قش لفة يعني، بس كتير جهات عم تعملها، أكان لأسباب سائلية، أكان لأسباب مذهبية، كان لأسباب سياسية، كان لأسباب مالية. يعني بالطبع لأنه هذا اللي عم يخطف يعني أنا بتهيأ لي يعني هذا مفروض إنه يتحاكم ويتحاسب. أنا بتهيأ لي لو بلشت المحاسبة من أول عملية خطف صارت ما كنا وصلنا له هلا. يعني واحد لما بيجي بيخطف واحد مش ياخذ 100,000 دولار، أو في واحد مرة دفع مليار عنا بالمنطقة، دفع مليار ليرة من حوالي سنتين زلمة، وهو حكى لي يعني لأنه هو مريضي كان، قال هو هونيك عندهم كان يسمعون يقولوا إنه يقولوا له يحكوا معه يقولوا له إنه فلان من ضيعتك معه هالقدي وفلان حسابه يعني ما في في يعني كان عارفين يعني شبكات منظمة كيف. وبعدين في يعني بيبقوا في هودي شبكات أحيان واحد ممكن يخطف وبيعه لواحد تاني عارفين كيف، يعني صارنا مثل شو اسمه مثل عمليات الخطف كانت تتم بأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، يعني صارت القصة يعني فوضى، وإنه يلا وخاصة هلا بالشتاء يمكن تصير أكثر. وكمان المؤسف إنه كمان السوريين عم بيخطفوا مقابل فدية مالية يلي يسمون أنفسهم سوار يعني طبعا. يعني ما بتهيألي أي واحد سائر إذا خطف حدا أو قتل حدا هذا سائر، هذا بالعكس يعني هذا مفروض يتحاسب. شو سائر؟ سائر مفروض يكون عنده حد أدنى من الأخلاق، حد أدنى من الوطنية، حد أدنى من شو اسمه، مش هيك؟ لا دكتور، اليوم أهالي العسكريين المخطوفين عم بيتوعدوا بالتصعيد، هلا يمكن طريق الألمون ضل مسكرة، هلا بدنا نشوف رياض الصلح كمان اليوم شو بيصير. أنا مبلومون أبدا اللي عايش معهم، أنا مثل ما قلت لك أنا جارنا ابنه مخطوف، يعني حياتنا مأساة عايشين. أنا ما بلومن يعني في النهاية. لوين ممكن تأخذ البلد هيدي القضية؟ والله أنا خايف إنه تأخذنا على محل كتير خطير، لأنه يعني نحن مثل ما بيقولوا على شوارة هالبلد واقف، فيعني بس بده هزة صغيرة ممكن شو اسمه، لأنه مثل ما شفنا مش قادرين نطبق خطة أمنية بمنطقة البقاع اللي هي أخطر منطقة. هلأ إذا بتحسب أخطر منطقة من عنا من عرسال هيك تتجي على البقاع الأوسط لتوصل إلى شبعة، هاي الحدود هاي كلها منطقة كتير خطرة عارفي كيف. مفروض الدولة اللبنانية ما أنه بس يقع الشيء شو اسمه نعالج تداعياته، لا مفروض ناخد احتياطات اللازمة لمنع تداعيات الأزمة السورية أنه تجي على لبنان، لأنه بلشت تداعيات نعم نعيش على وقع هذه التداعيات طبعا. يعني نحن
انا برجع بقول لك نحن عندنا بالبقاع، انا بعرف يعني يعني هذاك يعني اول ما يسالك يعني اذا مريض جاي لعندك اول ما يسالك بقول لك شو الوضع، بدهم يجوا بده يصير في هجومات، بده يعني ناس عايشه بقلق كبير. في تواصل انتم قيادات حزب الله وحركه امل والعشائر دائما على الارض، خاصه انه شفنا الشيخ محمد يزبك كيف حاول كمان يمتص ما يجري في الشارع، وكمان كان له دور حزب الله بمنع هذه عمليات الخطف على وقع يعني قضيه العسكريين. يعني انا بقول لك انه مع العشائر ايه، لانه نحن بالنهايه مثل ما قلت لك هي تركيبه الاباع، بالطبع مع العشائر ايه، يعني مثل ما بقولك بيت حميه، بيت المصري، بيت مشايك، بيت مع الاحزاب، مع حزب الله، مع حركه مع كل العالم، وهن نفس الشيء. يعني بتعرفي في كثير علاقات بتجمعنا، كثير كثير علاقات بتجمعنا اكثر ما بتفرقنا، فعشان هيك نحن وين تواصل. لافت انه رغم هالاختلاف بالسياسه على امور الداخليه وعلى امور الخارجيه خاصه بموضوع السوري، في خوف او في يمكن هيك حرص من قبل الطرفين انه الشارع اللبناني ما يفوت ببعضه. قصدك القيادات السياسيه؟ نعم. بتعرفي ليه؟ لانه صاروا خايفين. انا بتهيألي مثل برجع بقول لك انه اذا صار لا سمح الله مشاكل عائليه وعشائريه عندنا بالمنطقه ما في حدا يهديها، انه بالمنطقه وبكل لبنان. عشان هيك يمكن ما بعرف، مش من مصلحه حدا انه يتفجر الوضع، لانه ما بيقدروا يسيطروا عليه. ما تفتكري انه حزب الله بيقدر يسيطر على العشائر بالاخر؟ ما تفتكري انه الاحزاب بتقدر تسيطر لا سمح الله اذا اخذت طابع عائلي او مذهبي؟ ما حدا بيقدر يسيطر، ما حدا يمكن بيقعد يرد على حدا، ما حدا يقول لي غير هالحكي، لانه بيكون مش عايش الواقع. بده مع انه كثير يقال انه بيقدر ينجم شارعه حزب الله وحركه امل او هذه الثنائيه الشيعيه. الطبيب الناجح بيبتدي لما يشخص منيح، بيعطي العلاج منيح، بدنا نشخص الوضع. ما يقولوا لي انه والله الدوله والله التيارات السياسيه بتقدر تضبط الوضع لا سمح الله اذا انفجر الوضع. نحن بتعرفي في طرات احيانا بتاخذ 40 و50 سنه و60 سنه والعائلات بتدلى، يعني بتتورطها قصتها، وما بيكون لهم ذنب ولا بيكون لهم شيء. ما يقولوا لي انه والله نحن قادرين نضبط الوضع، لازم من هلا يطبقوا الخطه الامنيه. وبرجع بحذر انا، نحن عم نقدر نهدي الوضع احيانا، بس احيانا ما عم ممكن نوصل لوقت ما نقدر نهدي. ممكن هلا ناس تسمعنا، يمكن بعد شوية تسمعنا بالاخير بتقول اخي انت شو عرفتي. عم يصير في تواصل على الارض مع بعض القيادات الموجوده على الارض، يعني انه بطريقه مباشره او غير مباشره عم يصير، طبعا مع يعني قيادات من حركه امل بطريقه غير مباشره، او هذا مع جماعه حزب الله كمان، لحتى نقدر حادثه مثل هيدي عرفتي كيف. ما ممكن يعني انا في شيء بدي اقول لك اياه، انه مثلا الحزب الأحزاب ما بتعود تتحكم باللعبة. ليه؟ أنا بقول لك مثلا في أحد من بيت الحجيري ينتمي إلى مثلا أو مقرب من أو هيك عنده ميول لشو اسمه لثمانية أدار، قدر يطلع أخواته؟ ما قدر، أو قرايبه أو عائلته أو 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 لا. ليه؟ لأنه بتاخد طابع ساعتها، طابع أنه خلص ما عايش قصة أحزاب ولا قصة شو اسمه، بتاخد طابع عائلي ساعتها. عشان هيك أنا بحذر أنه ما حدا، ويمكن كمان واحد من طرف الشيعي إذا كان مثلا مقرب من جماعة 14 أدار، من حدا من قرايبه ما بيقدر يطلعوا كمان. ليه؟ إذا صار العكس خطف بعرسال مثل مثلا توفيق وهبي بتعرفي أنت معظم قيادات البلد حكيت فيه مزبوط، وبتعرفي أنت يعني ومين دفع المال تيطلعوا، بالآخر يعني دفعنا معظم قيادات البلد حكيت فيه لتوفيق وهبي. أنا بعرف واحد وواحد بعرفهم ما قدرنا طلعناه، مش هيك؟ وقيادات من 14 أدار، ها؟ ليش ما طلعوا ولا لا؟ لأنه هاي يعني شغلي، نحن عنا هيدي تركيبة هيك، لازم نشخص الوضع منيح بالبقاع. شخصنا الوضع بدنا نعمل خطة أمنية، إذا ما عملنا خطة أمنية تضرب يد من حديد، أنا بتهيألي الأمور وخاصة نحن بسبب تضرب يد بالحديد للفصل بين أي إشكال لبناني، ولكن ماذا عن الأخطار اللي شكلها المسلحين والإرهابيين واللي بيهددوا أمن لبنان من السوريين؟ والله مش كل السوريين، من السوريين اللي يعملون ضد الدولة اللبنانية. نحن يعني مش قادرين نحمي الحدود. أنت بتعرفي عرسال 70 كيلومتر مربع، سوري 70 كيلومتر الحدود مع عرسال 70 كيلو. أنا ما بتهيألي يمكن الجيش ما عنده العديد الكافي لحتى نقدر نحمي هالحدود هذه، بس لتوصلي لجرود بريتيل، بعدين عندك من بريتيل لتوصلي لشبعة، مش هيك ولا مزبوط. لا ما عندنا العديد الكافي، وهلا من تأجيل الانتخابات عم بيقولوا لأنه ما عندنا عديد نسحبه مشان نحفظ الأمن، مش هيك؟ طيب ما دام عندنا نحن في قرار 1701، والقرار اللي بيقول إنه الدولة اللبنانية لها حق تستعين
للحفاظ على حدودها إلى حق تستعين بال 1701. خلي مجلس وزراء كل الأطراف من ضمن حزب الله أرتي كيف، لأنه حزب الله بالنهاية معني هذا كمان جمهوره موجود هناك، مش هيك؟ أنه نحن نستعين بالقرار 1701 ونقدر نحفظ حدودنا، لأنه بتعرف هيدي الحدود هيدي الوعرة والجبال هيدي بدها تكنولوجيا، ما بدها عساكر بس، بدها تكنولوجيا تقدر تراقب شو اسمه كاميرات وأبراج كاميرات وقصص وشغلات وطيران من فوق ومش عارف. طيب نحن بدنا هيدا وقتها تنصرف الهبة السعودية 3 مليار والمليار، وإذا صار في موافقة على هبة إيرانية ومن مين ما كانت تجي هيدي المساعدات، شو رأيك؟ صفينا دولة شحادة بشحادة نحن. طب لبنان إمتى كان؟ مشروع لبنان مشروع. إمتى كان دكتور إمتى لبنان سيد نفسه كان؟ إمتى؟ للأسف شديد الحق علينا بالنهاية، الحق علينا كلبنانية، ليش مش مفروض؟ طب وإذا إمتى عم تجي هبات يعني بعد ما انصرفت، شو رأيك بالهبة الإيرانية؟ شو رأيك إذا اجت هبة إيرانية اجت مصرية اجت أردنية؟ ليش؟ لأنه إيرانية بده يكون في علامة استفهام عليها، والهبة السعودية لا بنقبل فيها مع أنه بعد الفرنسوية ما عطونا إياها. في قرار دولي إنه ممنوع إيران تبيع أو تعطي أو هبات أو شيء مساعدات عسكرية لأي دولة. عم بتقول إيران يعني أنه هبة غير مشروطة، وزير الدفاع راح على إيران. أنت يعني عم بتقولي له للمجتمع الدولي مشان ياخذ منك موقف، فعشان هيك ما يعني أنتوا رح تعرضوا هالشيء. هلا كمان الأمريكان اليوم عم بيقولوا إنه إذا قبل لبنان نحن حنوقف المساعدات العسكرية عن الجيش اللبناني، مش هيك؟ بس الأخطر من هيك أنت عم تعرضي لبنان لعقوبات دولية، يعني ما فينا نقبلها. السعودية مشكورة قدمت مليار وبلشت عم تنصرف وعلى الأجهزة الأمنية عم وفي 3 مليارات كمان. ايه؟ كان في شوية إشكاليات تعقيدات مش الحال. بس الأمريكان بيسحبوا مثلا مساعداتهم، بس قديش حجم هالمساعدات؟ لأنه بتوصل لمطرح معين ممنوع تكون هيدا المساعدات بسلاح تقيل أو يهدد أمن إسرائيل، وبذات الوقت بيجي المجتمع الدولي بيقول لك نحن حرسين على أمن واستقرار لبنان، يعني هيدا ازدواجية. أنا بتهيأ للبنان، أنت بتعرفي دولة الرئيس الحريري يعني كان في شيء جاي من روسيا. نعم. مش من امريكا، من روسيا. نعم. وراح ما في حظر عليه، راح معالي الوزير نهاد المشنوق راح على 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 روسيا مشان نشوف شو فينا نجيب من روسيا. مش شرط انه والله الامريكان، اذا نحن بدنا نحمي حدودنا بالاخير، اذا الامريكان موافقين ولا مش موافقين انه نجيب سلاح الفلاني وسلاح الفلاني بنتيجه خوف امريكاني على شيء معين، لا نحن بالنهايه المفروض نعمل جهدنا لنجيب سلاح الجيش اللبناني يقدر يحسم اقل يصير كل سلاح بايد الجيش اللبناني. طبعا. يعني مش يعني مثلا انا بدي اقول شغله، انا الله يرحمه الرائد مش علاني بيو من اعز اصحابي، وبيو كان استاذ ولادي بالمدرسه قلت كيف يعني لغايه هلا بس اسمع بيير مش علاني، يعني حقيقه بحس بنوع من الاسى انه هذا الرائد اللي كان من اجزع ضباط الجيش اللبناني من خيرة الشباب بيدو بيموت على يد مجرمين. يعني هذا لو كان في طيران هليكوبتر عندنا بلبنان ما كان صار في له مسانده من مطار رياق لعرسال بدك 5 دقائق هليكوبتر او 10 دقائق او ربع ساعه، وكان عمل له اسناد وكنا خلصنا. الجيش اللبناني عم بيقاتل باللحم الحي. طيب حرام كمان الجيش اللبناني يعني يروح على الحدود يقف ببارودة. طيب شو الحكي؟ ما بصير. هذا سلاح ما عاد كافي، بدك طيران، بدك مراقبه، بدك شغلات استباقيه تعرفي اذا شو اسمه يعني. شو رايك بالانشاءات اللي عم بتصير؟ أنا بتهيألي هذه محدودة وما بتأثر على الجيش اللبناني أبداً أبداً أبداً، بالعكس ما 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 إلى أي بس من فئة واحدة وفئات يعني عمرية محددة، وكمان يعني عم بيكون يلتحقوا بالنصرة وبأهل مجموعات الإرهابية، يعني شيء متوقع، يعني متوغلين بالمجتمع يعني اللبناني وعم بيقدروا يلعبوا على الوتر الطائفي يعني، بس كلها محدودة يعني 5 عناصر من جيش 70,000 واحد يعني ما إلى وزن كبير يعني لا تؤثر على مشاركة الطائفة السنية بالجيش. نحن كطائفة سنية خزان الجيش اللبناني هي الطائفة السنية. أنا بقول لك إياها وبقول لك إياها بكل صدق وبكل شفافية، الطائفة السنية يعني وبينت هيك بمخيم نهر البارد، نحن ما حطينا خط أحمر على حدا أو على الجيش اللبناني، وغينا حط خط أحمر، نحن ما حطينا خط أحمر على الجيش اللبناني، ومعظم اللي استشهدوا بنهر البارد معظمهم كان من كل الطوائف، كان بس كان في جزء مهم من الطائفة السنية، وأنا برجع بقول لك إنه الطائفة السنية بدأ الجيش اللبناني، لأنه الجيش اللبناني هو الوحيد بديل عن المؤسسة العسكرية يحمي البلد وكل الطوائف، قادر يحفظ وحدة البلد واستقرار البلد هو الجيش اللبناني. سؤال أخير قبل البريك، شو رأيك بمواقف النائب خالد الظاهر؟ غريب بيطلع بمقابلة النائب خالد الظاهر زميلك بكتلة المستقبل، كتلة التي تمثل الاعتدال السني، بيتهم حزب الله بقتل مقدم الجمل، ثاني يوم بيتوقف ابن عرسال إبراهيم بحلق وهو اللي متورط بقتل المقدم الجمل. متى الكتلة المستقبل اللي رئيسها يرفض الإرهاب، اللي رئيسها يطلق اليد لدعم الجيش اللبناني، اللي رئيسها
منذ الشهيد الرئيس رفيق الحريري لا يؤمن إلا بالدولة وبمؤسساتها، متى ستبقي على هيك مواقف معادية للجيش اللبناني؟ بتعرفي أنا باخذ دائما كلام رئيس الكتلة، بتعرفي في رئيس للكتلة اللي هو دولة الرئيس سعد الحريري، وبغيابه هلا في الرئيس السنيورة هو نعم. الاجتماعات بتتم بشو اسمه، وبتعرفي دولة الرئيس السنيورة طلع بيان بالخصوص هذا. نحن مع انه الرئيس الحريري الكلام اللي قاله، نحن مع الجيش اللبناني، نحن اللي بيقف ضد الجيش اللبناني نحن حنكون ضده. نحن عارفين انه الجيش اللبناني هو الوحيد، ما نحن عم نقول يا اخي حزب الله يسلم سلاح عقل الجيش، ليه؟ لانه نحن بدنا الجيش اللبناني هو الوحيد اللي يحمينا. يعني ما رح نوقف عند كلامه امبارح لفيصل القاسم، لانه انا ما رح اسمح لنفسي احكي عن صحافي اجنبي يعتدي ويهين الجيش اللبناني، هيدا بعتبر انه انتقاص من مهنيتي احكي عن شخص يعتدي على السياده اللبنانيه من خلال اعتداء على الجيش اللبناني. ما بدي اطرق لهالموضوع لانه مش خاصة موجود. الجيش اللبناني بس كيف دولته، اكيد كيف دولته بهالموضوع بكتله؟ ضد ابدا، ضد الشيء اللي قاله فيصل القاسم ابدا بالمطلق. واللي قالوا يعني النائب خالد الضاهر، فيصل القاسم ما يعلم الجيش اللبناني الوطنيه، وما يعلمنا ما يعلم اللبنانيه اللي دفعوا دم غالي اللبنانيه بسبيل القضيه الفلسطينيه. ما حدا يقدر يزاود على اللبناني. انا كنت عايش ببيروت مصبوط. ايام الحوادث والحرب واجتياح اسرائيل كنا عايشين ببيروت، يعني ما حدا يزاود علينا اللبنانيين. طب في موقف من الكتله لتوحيد الموقف؟ مش هيك اتهامات جزافا يعني لا تطلق؟ لا، ما حد في كلام بيصدر عن كتله المستقبل كل نهار ثلاثه عشيه. وفي كلام دولة الرئيس سعد الحريري هو فقط. هو لا تاخذ الكتله بالكلام اللي يصدر عن نواب هيك. طيب نحن في عنا شو اسمه اطار عام نحن ملتزمين فيه كليتنا. هلا يمكن النائب خالد زميلنا النائب خالد الضاهر بيعبر بطريقه يمكن شو اسمه بطريقه بتودي يعني لانفجار بالبلد يعني بس نوعا ما. نحن ملتزمين بقرار رئيس الكتله اللي هو دولة الرئيس سعد الحريري. بتوقف مع تاني فاصل اعلاني، بس انا بدي يعني اشكر عن جد يعني طريقه حوارك، طريقه معالجتك للامور، وطريقه هيك رؤيتك للواقع، لانه هذا اللي نحن بحاجه له، يعني شيء يقرب بين اللبنانيين مش بعيد. الطبيب اللي بيشخص منيح بيحكم منيح. ان شاء الله على يكون كلامنا له رده فعل يعني هيك صدى عند بعض. الله يكثر من امثالك دكتور عراجي. رح نتوقف مع تاني فاصل اعلاني مشاهدينا وبنرجع بنتابع حوارنا بالمحور الاخير. نتابع حوارنا مع الدكتور عاصم عراجي بمحورنا الأخير بالوقت المتبقي لنا فيه بانتظار مؤتمر صحفي لوزير المال، وبنشوف كمان كيف الجو إذا أمكن برياض الصلح، يعني جو أهالي المخطوفين، يعني واجباتنا أقل، نشوف شو جوهم، شو عم بيعملوا، عم بيضلهم بهالخيمة تحت الشتاء والبرد، عملوا المبادرة نزلوا من ظهر البيضة على أساس ممكن يكون برياض الصلح مثلا، بيكونوا أقرب للسراي، بيكون في نتيجة. كذا مرة يحكوا إنه في تصعيد يتراجعوا من بعد ما يجيون جرعات مخدر. حضرتك طبيب بتعرف بهالموضوع. نعطيهم هيك مسكن بس. مسكن. مش إنه نعالج علاج. طب دكتور يعني بظل هيدا الواقع الأمني، بظل هيدا الوضع بين اللبنانيين في الشارع اللبناني وما يجري من قبل السوريين على اللبنانيين، عم بينحكى بتمديد لمجلس النواب، كتلتكم مع التمديد وأنه لا قدرة على إجراء الانتخابات. كيف لا قدرة على إجراء الانتخابات؟ ألا يمكن استثناء بعض المناطق؟ ألا يمكن كيف كان يصير مع أهل الجنوب وقت الاحتلال الإسرائيلي؟ تجي المناطق يعني ينتخبوا أهلها بخارج يعني بخارج حدودها بمناطق تانية. أول شيء بدي أتشكرك عن كلام اللي قلتيه عني يعني. وهذا أنا حقيقة وردته، لأنه بال 75 أنا ما في أعمل إلا مثل أهلي. أهلي لما كان في انقسام مسيحي إسلامي يعني طريق الشام بيروت، أنا بتواضع بقوله وكل المسيحيين الموجودين بالمنطقة بيعرفوا أنه نحن خلصنا ناس كتير. ليه؟ لأنه يعني بنعتبر هذا البلد إنا كليتنا. فعشان هيك يمكن أنا هيدي وردت عن أهلي قصة أنه دايما حاول أجمع أكثر ما فرق. النقطة الثانية بالنسبة للشو اسمه الانتخابات والتمديد، يعني حقيقة التمديد شيء مش شيء شعبي. انا بقول انه مش شيء شعبي، بالعكس المفروض يصير في انتخابات كل 4 سنين، لانه كل 4 سنين انت عم تعملي شو اسمه يعني هيك نوع من بالحياه السياسيه. بس الخوف، انا مثلا بعتمد على كلام وزير الداخليه وتقارير الاجهزه الامنيه اللي طلبها وزير الداخليه وجابوها على مجلس الوزراء، انه يعني وزير الداخليه قال ما في امكانيه لاجراء الانتخابات، وكمان كلف الرؤساء الاجهزه الامنيه الاربعه مشان يقدموا له تقرير. وانا حسب ما سمعت انه معظم الاجهزه الامنيه قدمت له تقارير انه استحاله اجراء الانتخابات النيابيه بسبب الاوضاع الامنيه. ليش؟
يعني شو بسبب الأوضاع الأمنية؟ الحياة يعني أنه بتصير حوادث يعني ببعض المناطق. حسب ما عرفت أنه بدهم يسحبوا 30,000 عسكري وجيشي وجيش من قوى الجيش وقوى الأمن لحتى يقدر ينظموا العملية الانتخابية بيوم واحد؟ بيوم واحد المافيا تنعمل على مراحل هيك ما بينسحب كل هيدا بدك ترجع تغيري قانون الانتخابات ما أصلا أنت بدك تفوت على تعديل لأنه في قصة المها المحترمة الحكومة بدك تعديل شو اسمه وبعدين في حكي أنه والله في مناطق بيكون فيها مثلا مش قادرين يفتحوا أقلام الاقتراع بسبب المشاكل أو أنه ممكن يصير في استضامات وخاصة بوضع الأمن هذا أنا حقيقة مع الإجراء الانتخابات المفروض تبقى بوقتها بس في شيء مهم كمان اللي هو انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية يعني نحن بدون رئيس جمهورية ما تنسي إذا صار في انتخابات رئاسة مجلس نواب وبده يصير في بتعرف الحكومة المفروض تتشكل حكومة جديدة مين بده يعمل الاستشارات يعني بيصير في إشكالية دستورية لا هذا قبل لا هذا شو اسمه يعني أنا بتهيأ المفروض نفوت بأسرع وقت المفروض الفريق اللي عم يعطل الانتخابات رئاسة الجمهورية اللي هو فريق من إدارة يروح مجلس النواب ننتخب رئيس جمهورية ونعمل الانتخابات إذا هلا بكرة انتخبنا رئيس جمهورية خلنا نروح على انتخابات النيابية قبل 21 شهر الجاي أنا بقول أنه مفروض يصير في انتخابات رئيس جمهورية بأسرع وقت لأنه هذا المقام المسيحي وخاصة أنه في هيك هجمة على المسيحية بالشرق مفروض نحن نثبت أنه لا هذا الموقع لازم يبقى ففي هيك هجمة مسيحية على الشرق وفي موقف على الهجمة على المسيحيين بالشرق وفي موقف كتير واضح وإدانة واهتمام من قبل تيار المستقبل تحديدا الرئيس سعد الحريري يرفض ما يتعرض له المسيحيين تحديدا بالعراق طبعًا. يعني طبعًا. بالوقت الموجة داعش اللي كانت عم تشتاح مش بس بالعراق محل مكان وعم تعملهم أهل ذمة المسيحيين يمكن بدنا نضطر ننتقل لوزارة المالية وزير المال منتابع يعني مع دكتور عراجي المؤتمر الصحفي لوزير المالية. يعطيكم العافية. اليوم مثل ما هو معروف في تحدي كتير كبير قدام وزارة المالية وقدام اللبنانيين هو إعادة ثقة المواطن اللبناني بعمل الدوائر العقارية. في كتير من الكلام اللي بيطلع بالبلد حول إداء وعمل وأسلوب الشغل بالدوائر العقارية والنتائج اللي بتنتج عنها وفي تشكيك كبير لدى المواطنين بهذا الأمر بنسمعه على ألسنة ناس عاديين وعلى ألسنة سياسيين وهذا التحدي بيفرض علينا كمسؤولين أنه نشتغل بطاقة استثنائية لإعادة ترتيب وتنظيم هذا القطاع الحيوي والأساسي بحياة الدولة بحياة المجتمع بحياة الناس وهذا أمر أسس لإله وهناك خطوات كبيرة قد أنجزت على صعيده ابتداء من مكننة وتقليل هذا القطاع وصولا إلى الإجراءات التنفيذية اللي بتساعد على تأمين الخدمة للمواطن بأفضل صورة ممكنة بصراحة بدي أقول أنه وحدة من هواجس الشخصية هي كيف ممكن نرجع ندفع إلى الأمام عمل هذا المجال بإدارات الدولة وكيف ممكن نحسن وعلى هذا الأساس صار في جملة من الإجراءات والقرارات اللي اتخذت خلال الأشهر الماضية كنا عم نشتغل بشوية صمت من دون ضجيج حول هذا الأمر وصار في جملة من الإجراءات والخطوات اللي بتساعد وما بقدر ادعي انه نحن درنا حلينا وانجزنا كل ما هو مطلوب لكن بالتأكيد نحن قد خطينا خطوات باتجاه تصحيح هذا الأمر لما بقول هيك ما بدي إلغي أبداً تضحيات وجهد فريق كتير كبير بالدوائر العقارية عم يشتغل بمناقبية لتأمين أفضل خدمة بمقابل وجود كتير من العناصر اللي عم بتمارس بشكل أو بآخر تجاوزات تطال مصالح الناس والأمور اللي بتهمها وهذا الأمر اللي نحن معنيين كلياتنا وصرخت اليوم لكل اللبنانيين من موقع المسؤولية أنه نحن شركة باتجاه تصحيح وضع هذه الشؤون العقارية ككل
لما بقول نحن شركاء يعني بدنا نرفع الصوت سوا من دون أي خجل أو تحفظ أو مراعاة. وهذا الأمر ما عم برميه على الناس، بس بدي أقول أنه نحن وياكم شركاء فيه، ونحن معنيين بأنه نتخذ الإجراءات اللازمة لحتى نعاقب، لحتى نحاسب، ولحتى نصحح إذا كان في هناك أخطاء بحاجة لتصحيح، وأكيد في أخطاء بحاجة لتصحيح. اليوم كما هو معروف درجة العادي بأنه أمناء السجل العقاري بالدوائر المختلفة مع الوقت بيصيروا أمراء أكثر ما هني أمناء للسجل العقاري، أمراء على مناطقهم، وبالتالي من الصعب أنك تقاربهم أو تدق فيهم بالتعبير اللبناني. على هيك نحن أجرينا مناقلات من حوالي 6 أشهر، وهلأ بقول وبعلن قدامكم أنه نتيجة التقييم اللي صار خلال الفترة الماضية سيجرى أيضا بأقرب وقت ممكن خلال أيام مناقلات جديدة لأمناء السجل العقاري بلبنان تبعا للتقييم اللي حصل خلال الفترة الماضية. وهذا الأمر مثل ما وعدت بوقتها هلأ بقول أنه سيكون عمل دوري منظم مبني على تقارير، وكل واحد هلأ من أمناء السجل العقاري لما بده يسأل ليش نقل من محله بده ينقل له هيدا التقرير عن شغلك خلال 5 أشهر الماضيين اللي انت اشتغلت فيهم. حنبين الأخطاء اللي ارتكبها، وحنبين الإيجابيات اللي عملها، وربما يكون في ناس عم ينقلوا من مكان لمكان مش على قاعدة تأديبية، لكن على قاعدة بتساهم بإعطائهم المركز الأفضل اللي بيقدر يخدموا فيه الناس بطريقة أحسن. مش دايما المناقلات هي مناقلات إلى طابع تأديبي، لكن بالتأكيد هناك مناقلات بتمشي بهيدا الاتجاه. الأمر الثاني، مثل ما استحدثنا المرة الماضية أمانات للسجل العقاري بجبيل وببعلبك وبصور، اليوم بدي أقول أنه نحن بدي أعلن استحداث أمانة للسجل العقاري بمرج عيون حاصبية، وأمانة للسجل العقاري بقضاء راشية، وسيوضع موضع التنفيذ وستشملهم التشكيلات حتى يكتمل الهيكل الإداري لإلهم، واللامركزية الغير مباشرة إذا صح التعبير أمام المواطن اللبناني بتكون عم تتحقق، وبنكون عم بنخفف كتير من الأعباء على الناس اللي بدها تنتقل من منطقة لمنطقة. نحن بصراحة خلال 6 أشهر الماضية صار في مجموعة من الإجراءات ما بخفيها أبدا، وبقول أنه نحن أحلنا إلى النيابات العامة وإلى التفتيش المركزي، واتخذنا إجراءات تأديبية بحق أمنا السجل وأمنا السجل معاونين ومساحين وموظفين ومعقبي معاملات، وهذه الإجراءات ما في رجعة عنا وما في مراجعات معانا بخصوصها. هذا الأمر يمكن ما كنا عم نعلن عنه بشكل فردي كل ما عم بيصير في إجراء من الإجراءات، لكن هو أمر ردعي جدي وسيتابع إلى أقصى الحدود. أنا عم بحكي مع النيابات العامة بهذا الأمر، وعم بحكي مع التفتيش المركزي، والإجراءات اللي اتخذت أنا ما بدي أدخل بأسماء، لكن مثل ما قلت شاملة أمين السجل اللي ارتكب أحيل، والمساح اللي ارتكب أحيل، المعاون اللي ارتكب أحيل، ورئيس المكتب اللي ارتكب أحيل، والموظف العادي أيضا. وكذلك صار في عنا معقبي معاملات منعوا من ممارسة أدوارهم نتيجة ارتكابات ومخالفة لأصول تنظيم هذا القطاع. نحن بصراحة يعني شوية تحريك للموضوع، إذا عملنا مقارنة اليوم بين تحصيل الرسوم العقارية بمثل هذا الوقت من السنة بين 2013 و2014، نحن عم نحكي عن زيادة في تحصيل الرسوم العقارية يصل إلى 7% بالمقارنة مع نفس الفترة بالسنة الماضية. لكن الأهم بالنسبة لنا واللي بيهمني أنه يعني كل المواطنين ينتبهوا له، أنه في كتير من معاملات التسجيل العقاري اللي بتصير
طريقة فيها نوع من الاحتيال على القانون بتخمينات خاطئة. هذه التخمينات الخاطئة تم إعادة النظر بعشرات منا بشكل أنه صار في عنا زيادات ملحقة بالتقييم للثمن الأولي تقارب 765 مليار ليرة لبنانية، أي يعني زيادة بتحصيل الرسوم يصل إلى 39 مليار ليرة لبنانية خلال 5 أشهر الماضية. كان في يعني تهرب من دفع الرسوم للدولة بقيمة 39 مليار ليرة لبنانية تم إعادة تحصيلهم. وهذا الأمر نحن خلال الفترة الماضية أحلنا طلبنا إعادة النظر بكثير من الملفات اللي فيها كتمان للثمن. يعني في عنا عشرات الدعاوى اللي راحت للنيابة العامة، وعنا دعاوى كثير صار في إعادة نظر فيها بواسطة هيئة القضايا، وما زال هناك الكثير من القضايا العالقة اللي أنا بعتقد أنه ممكن تأمن واردات إضافية للدولة بعشرات المليارات. نحن إذا حكينا بس عن يعني حوالي شهرين بنقول أنه عنا أكثر من 45 أو 46 معاملة فيها إعادة نظر بتسعيرة من جديد، وهيدي حتأمن كثير من الواردات الإضافية لأنه مشكوك فيها بشكل واضح. وهذا الأمر مركب، السمساري بيدخل فيه، صاحب العلاقة بيدخل فيه، وأحيانا كثير بيدخل فيه موظفين من الشؤون العقارية من الدوائر العقارية، وبيكونوا مساهمين بهذه العملية اللي فيها تغفيل للثمن الحقيقي وبالتالي خسارة موارد على الدولة اللبنانية. اليوم نحن بالنسبة لنا في بعض من الإجراءات اللي اتخذت بسرعة بيهمني أني يعني احكي عنا. نحن اشتغلنا على وضع تقرير بتصرف أمناء السجل العقاري بيسمح لهم بمقارنة أسعار العقارات المجاورة مع العقار المنوي تسجيله من دون ما نتكل على التخمينات العشوائية وعلى المعلومات اللي بيأمنوها الموظفين بشكل دوري. هذا الأمر بيسمح بتقييم أكثر واقعية، بيخفف علينا هذه الإشكالات اللي عم بتتم نتيجة التسجيل أو التخمين الغير منظم، وبالتالي يعني هذا الأمر سيساهم أيضا برفع مستوى الواردات من الدوائر العقارية. اليوم صار في عنا إعادة نظر بدفاتر الشروط الخاصة بعمليات التحديد والتحرير، وبصراحة خليني أقول كان في وهذا دارج ولحد هلأ يمكن بعده قائم، هلأ نحن بلشنا بالخطوات الجديدة فيه. اليوم بنجي بدنا نعمل عملية تحديد وتحرير لقرية ومساحة، السقف تبع التلزيم هو 99 مليون ليرة لبنانية، بيكون الضيعة بدك تشتغل فيها سنتين يمكن ب 99 مليون ليرة لبنانية. بالتالي عم بنقول بطريقة غير مباشرة للمساحين، روحوا ابتزوا العالم وخذوا منا مصاري وحصلوا رسوم غير شرعية، لأنه الدولة ملزمة بغض النظر عن مساحة الضيعة، بغض النظر عن العقارات اللي بده ينشغل فيها. هذا التلزيم هالقد، هذا أمر لم يعد من الجائز الاستمرار فيه، وبالتالي مطلوب مننا بشكل جدي إعداد دفتر شروط لتلزيم هذه العمليات وفق أصول جديدة بتراعي المساحة وبتراعي حجم الشغل، لحتى يصير في عنا عمل نظيف بمعنى الإنجاز. وعلى هذا الأساس نحن بصراحة بدي أقول ومن دون تردد هناك إعادة نظر بكثير من عمليات المساحة اللي صارت بالقرى واللي صار فيها تعدي على المشاعات وعلى أملاك الدولة، تحديدا بالمناطق البعيدة يعني خارج العاصمة، المناطق الغير اللي بعدها مش محددة ومش محررة عقاراتها، وبالتالي سيكون هناك إعادة نظر، تجميد لبعض العمليات، إعادة نظر ببعض العمليات، مراجعة مع القضاء بهذا الأمر، ولن نتهاون على الإطلاق بأي متر من أرض المشاعات للقرى أو الأملاك العامة للدولة، إن كانت أملاك للبلديات أو إن كانت أملاك
عامة ملك الدولة، ومن هون مثل ما قلت تحت هلا الدائرة المختصة بأملاك الدولة حيكون إلى دعم كتير كبير لنا على مستوى الكادر البشري اللي بتفتقد له لحتى نقدر نشتغل بهذا المجال. ومن هون المساحين اللي عم بيساعدوا القضاة اللي بدهم يكونوا بإشرافهم لحتى يتابعوا عمل أملاك الدولة الخصوصية، نحن هلأ أخذنا عدد من الموظفين عم بنتابع مع مجلس الخدمة المدنية لحتى نلحق أكبر عدد ممكن منهم ويكونوا بتصرف هذا القطاع. اليوم الإجراءات الثانية وبهذا المجال اللي مرتبط بالشيوع والمشاعات وأملاك الدولة، نحن أحلنا إلى هيئة القضايا ناس معنيين بهذا الموضوع، دعينا عليهم وأحلنا إلى المحافظين بواسطة وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات لإزالة التعدي على أملاك دولة وعلى مشاعات، وأفدناهم عن الأماكن اللي فيها مثل هذه العمليات. اليوم عملنا ربط لتمكين أمناء السجل العقاري وأمناء السجل المعاونين رؤساء المكاتب من الاطلاع آليا على بيانات القيمة التأجيرية اللي بتصدر عن وزارة المالية، وهذا الأمر لحتى يساعدهم على التقييم والتخمين، وبالتالي إطلاعهم أيضا على تخمين العقارات المبنية والعقارات غير المبنية من قبل الوحدات المالية المختصة برسم الانتقال على التركات والهبات والوصايا والأوقاف، واللي بتقدر يعني تخلي بين ديون الصورة الواضحة عن عمليات التقييم كلها، بالإضافة لتفعيل عمل نظام المكننة بمديرية الشؤون العقارية وتأمين الاعتمادات لإلها. نحن بهذا المجال بدي أقول أنه اليوم ابتداء من 1/11 حيكون بتصرف المواطنين خط لتلقي الشكاوى خاص بالدوائر العقارية، ونحن متفقين مع كادر بشري بطريقة علمية منظمة على استلام شكاوى المواطنين بأدق التفاصيل كل ساعة بساعتها كل لحظة بلحظتها، وإعداد فريق للرد عليها والمتابعة بالتعاون مع مديرية الشؤون العقارية. بتمنى من كل الناس اللي بتحكي واللي بتسمع واللي بتشكي ما تتردد أبدا بأنها تتصل، لأنه بهيدا وحده بنكون عم بنكمل بعضنا البعض وعم بنأمن الظروف المناسبة لحتى نردع أي عملية مخالفة بتصير على هذا الصعيد. وهون الرقم ما بعرف إذا هلأ حاضر عنا 455-111، بس رجاء نحن حنعمل اعلان فيه هلا قلناها على الهواء، بس بعضه مش بمتناول لانه ب 1/11 حيكون 429-111، واللي هو مخصص بواسطه شركه متخصصه للاستماع الى الشكاوى، وفي موظفين حاضرين لحتى يتابعوا وحنفيد المواطنين عن كيف بيصير في رد بواسطه يا أما هاتفهم الخليوي برسالة نصية، يا أما بإعادة اتصال من جديد لحتى الناس تتلقى الشكاوى. اليوم بدي بس أرجع بشكل سريع أمرق على أملاك الدولة الخصوصية والعامة والمشاعات، لأقول أنه نحن اتفقنا مع هيئة القضايا اليوم محامي الدولة متحركين لإقامة دعاوى على الأقل بحق 38 شخص نحن قلنا عليهم ملاحظات بمختلف المناطق اللبنانية فيما يتعلق بمشاعات الدولة، وفي دعاوي مرقت بواسطة البلديات، في دعاوي وصلتنا بواسطة أشخاص وفي محددين معروفين، وفي دعاوى وصلت بواسطة أشخاص مغفلين بعثوا لنا رسائل، وتأكدنا وأحلنا هذا الأمر لاتخاذ التدابير والإجراءات حفاظا على الأملاك البلدية العامة، الأملاك العامة والخاصة. اليوم هذا الأمر لازم يستكمل.
نحن اليوم في دورات تدريبية لرؤساء المكاتب المساحين أمناء السجل العقاري، في تطوير لغرفة الخوادم الإلكترونية بالمديرية العامة، في تحضير لعملية المسح الضوئي لأرشيف المديرية العامة اللي حيتبلش فيه ابتداء من مطلع هيدي السنة، وبالتالي بنكون انتقلنا لمرحلة جديدة على هذا الصعيد. اليوم ما عاد في عنا مثل ما بيقولوا فوضى بتحديد استلام والمعاملات العقارية. رئيس المكتب العقاري اليوم ملزم بإصدار ما يسمى إشعار استلام ببين رقم وتاريخ المعاملة وأرقام العقارات والمستندات المرفقة والناقصة لحتى يصير في ضمان لحق المواطنين على هذا الصعيد. أنا يعني بسرعة حبيت أحكي عن هذا الأمر لأقول أنه نحن معكم بورشة، مع اللبنانيين بورشة على صعيد الدوائر العقارية. بتمنى أنه نكون حاضرين كلياتنا لنتعاون لننقذ هذا القطاع ونطلعه من هذا الجو من البلبل اللي هو قائم فيه. شكرا. ايش رح يتغير على المواطن؟ رح يبلش يحس أنه هو منه مضطر يبطل المواطن؟ شو رح يستفيد انه اذا بده يسمع كل هيدا الكلام؟ هو بيقول شو رح يتحسن عنده؟ انه رح يجي معاملته تكون اسرع ويبطل يستفيد، او الكلفه اقل عليه، او شو رح يستفيد؟ انا بدي اقول اليوم نحن ما عم نعمل اجراء بنكبس على الزر وبصير في تحول بذهنيه الناس وبإداء العالم، لكن هذه الاجراءات الردعيه اللي عملناها، هذه التشكيلات، هذه المتابعه، هذا التواصل اليومي والمباشر مع الناس، هذا الأسلوب بتلقي شكاوى المواطنين، كل إجراءات لازم تساعد على تخفيف من كل الشيء اللي عم تحكي عنه، ولازم يشعر فيها المواطن. وإذا كان في أي خلل بهذا الأمر مثل ما قلت نحن لازم نكون شركاء بتصحيحه. أنا على ثقة بأنه الخطوات اللي انعملت أكيد حتساعد على ابتعاد هذا المنطق اللي عم تحكي عنه. مع الوزير اليوم بموضوع العقارات وخاصة لأسباب يمكن تقنية فقدنا الإرسال مع مؤتمر الصحافة لوزير المال، شو رأيك بهذه الإجراءات؟ إن شاء الله يعني إن شاء الله نقدر نطبقها يعني. لأنه تعرفي الدوائر العقارية بدأ شغل كتير لحتى. بس هل يكفي الموضوع بنقل؟ لا 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 لا، بدأ محاسبة، ما في شيء بدون محاسبة. إذا ما صار في يعني القانون، إذا ما كان في غرامات وفي شو اسمه محاسبة ما بيطبق. لفتني شغلة مع سعادة النائب، أنه مثلا بتروح على مناطق صار فيها الزفت مفلوش، مناطق بعدها محرومة، أيمين الصرخة على وزير الأشغال غازي زعيدر على الاعتمادات اللي صرفت، قبل بمرة كمان الوزير غازي العريضة بتروح على مناطق في زفت، مناطق محرومة. هل استنسبيه انه كل وزير لازم كل منطقه، او مثلا بكره الموارنه ينبسطوا، او مثلا السنه ينبسطوا، او مثلا الشيعه يلي خارج حركه امل، او مثلا الدروز خارج الحزب التقدم الاشتراكي يجيون وزير اشغال وزير صحه مثلا من طوائفهم تصير يفوت الانماء على هالمناطق؟ انا لكن اذا صار في، اذا الحكومه يعني مشيت الامور السياسيه بالبلد وصار في تشكيل حكومي، انا حضغط على جماعتنا يجيبوا لكن وزير الاشغال مشان نقدر نحسن منطقتنا. يعني حقيقة أنا بتمنى على الوزير زعيتي اللي هو من منطقة الباع، يعني هي صح أنه الباع الشمالي بس هو كمان يعني معنى، هو وزير لكن لبنان يعني بالنهاية مفروض كان مفروض هو أو مفروض غيره مفروض يعني يعطينا حصة، أنه بدوش يعطي غير مناطق مش مشكلة، بس يعطي حصة للباع الأوسط كمان. يعني بتمنى علي للوزير غازي زعيتي، يعني نحن وياه بالنهاية مثل ما قلنا أهل الباع الأوسط وأهل الباع الشمالي، أهل يعني هو ممر الطريق كمان بدوروا على الشمال من عندنا كمان، يعني أي شيء بيزفتوا بالباع الأوسط يعني كمان مكسب له، وفي ناس كتير من الباع الشمالي ساكنين بالباع الأوسط. نتمنى على الوزير بمحبة نقول له أنه يهتم بمنطقتنا كمان. هذا موضوع الاستنسابية يعني دايما أو هالمناطقية أو الحزبية والسياسية منا جديدة على لبنان. اليوم ما في غير هيدا الحكومة اللي مسيرة الأمور بالبلد بالتي هي أحسن، بس أقله هالمواطن اللي دايما بنحكي أنه حرصا على المواطن وكرمال أمنكم وكرمال ولأجلكم، هي عم بتكون لأجلكم يعني بالنهاية، وما حدا سألين عن المواطن. طب هيدا بالحكومة يعني ما في مراعاة، يعني شفنا كيف السيول جرفت بعكار وبالعاصي وهيك، ومنشوف كمان بالتعويضات كمان في استنسابية وفي ناس ما بتاخد بعض التعويضات. طبعا هذا لبنان للأسف الشديد، يعني ما لأنه في ما في عندنا هيكلية
للدولة اللبنانية. يعني في نحن عم نمشي الأمور يوم بيوم، يعني يعني ما عندنا محاسبة. يعني واحد بتلاقي مثلا ما كان شيء بعد 5-6 أشهر صار معه ملايين دولارات أو ما بعرف شو، أو بتلاقي عقارات وبيشتري ومش عارف بيحطه، هذا ما في محاسبة. طب ما في شيء اسمه قانون، يعني 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 من أين لك هذا؟ ما تطبق هذا قانون مفروض كان يتطبق. يعني بتلاقي يعني للأسف أنه ناس عم تغنى بشكل كتير سريع، منين هم المصاري ما بعرف. يعني في قصص كتير عم تصير بالبلد، وأنا بتهيأ لي يعني مفروض يصير له محاسبة على الأقل، بدناش محاسبة على الأقل مساءلة، أنه يا أخي منين شو اسمه. وفي ناس كتير مش عم يدفعوا ضريبة. قدمت شيء بهالصدد بمجلس النواب؟ والله حكينا كتير، بس مثل ما قلت، مثل ما واحد بيصير عنده بالآخر أنه ما في شيء. يعني أنا بدي أعطيك مثل، مثل نحن مثلا طلعنا قانون الأعشاب والمنع الإعلان عن الأعشاب الطبية، بنعرف قديش ضرارة على الناس، على المواطنين. في ناس كتير وقفوا الضوء وبيض، اضطرينا نشتغلنا بلجنة الصحة سنوات لحتى قدرنا طلعنا رجع فلتت. طيب فلتاني منع التدخين مظبوط. نحن خلص وقتنا، بس بدي أسألك بالآخر شو يعني تعليقك على إنجازات النائب نقول فتوش التعرض لموظفة حكومية؟ هذا بدون ما نرجع قبل الكسارات اللي عم بتشوه المنطقة عندكم، وكمان فلتين الملأ زميل بمجلس النواب، شو ممكن تعمل مجلس النواب؟ هل ممكن تسكتوا على تصرف نائب هو زميل لكم؟ حياة أنا بدك تسمحي لي ما بدي أعلق على الموضوع نهائيا، لأن تصرف من هيك من نوع من قبل نائب تجاه موظفة مواطنة هو أصلا لازم يكون انتخب تيكون بخدمتها. يعني أنا حياة ما بدي أعلق على الموضوع نهائيا لا سلبا ولا إيجابا، بس أنا بآخر الحلقة بدي ناشد حياة، يمكن وصلنا لختام الحلقة. نعم. بدي ناشد كل العائلات والعشائر بالبقاع الشمالي بدي ناشد كل العائلات بالبقاع الأوسط، نحن لا سمح الله إذا صار في أي إشكال أمني نحن حندفع الثمن. صح لبنان حيدفع الثمن، بس من نهاية الثمن نحن حندفعه، نحن أهل بقاع الأوسط وأهل بقاع شمالي، سواء سنة ولا شيعة ولا مسيحية. فعشان هيك أنا بنشدهم أنه نتحلى بالصبر وبالحكمة وبالوطنية، ونقدر نحل المشاكل بي 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 بشكل سلمي. لأنه أي إشكال برجع بقول أنه نحن بدنا ندفع ثمن، ونحن أهل بقاع. هاي نقطة. النقطة الثانية، بناشد الدولة اللبنانية بأسرع وقت ممكن تطبق خطة أمنية بالبقاع، لأنه يعني أنا اللي شايفه أنه الأمور ممكن تتدهور أكثر من هيك ونروح على محل كتير خطر. مشان هيك أتمنى على الدولة اللبنانية أنه وعلى الحكومة اللي فيها معظم الأقطاب السياسية أنه يفكروا فينا بالبقاع، لأنه لا سمح الله صار في إشكال هذا مش هيأثر على البقاع، هيأثر على لبنان. أنا بدي أشكرك على لا جواب على موضوع النائب نقول فتوش، مع أنه لازم كان يكون في إجراء سريع من قبل مجلس النواب، من قبل رئيس مجلس النواب. هيدا أمر مشين، لا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر. فكيف بالأحرى أنه نائب انتخب يعتدي على موظفة، يعتدي على مواطنة هو أصلا انتخب ليكون بخدمتها؟ بس يبدو هون صارت المجلس النواب أو الحكومة أو الكرسي بتخلي الواحد مثل كأنه شي ملك وعنده حاشي فيه يتصرف، يعني مثل ما بده فيهم، مثل أيام العصور الوسطى. هيدا شيء مؤسف، بعد ناطرين موقف صريح من مجلس النواب تحديدا، أو أي إجراء صريح من مجلس النواب بما يتعلق بما قام به النائب نقول فتوش هو أو غيره من الاعتداء على المواطنين. أنا بدي أشكرك على هيدي الحلقة دكتور عاصم عراجي، يعطيك ألف عافية. أنت ما عم بتنام على التليفونات، عم بتجرب تنهي الموضوع بموضوع المخطوفين من آل الحجيري وإعادة وصل منقطع بين أهالي المنطقة. أنا بشكر متابعتكم لنا مشاهدينا لحلقتنا لليوم، وأنا برجع بلاقيكم إذا الله راد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.